في بعض الأحيان مش في عارف يتعامل معه كملاعب يلعب أول دربي، لكن بالنسبة لهوني الحقيقة يظهر لي اللي أخذ أشواط متقدمة ويمكن انتصار للترجي. صحيح. نديم لو عندك صور أخرى للتيفو، لأنه التيفو جميل جدا مع الأسف وقع قطعه، ولكن لو عندك صور أخرى للتيفو طبعا حاول تمريرها على قنوات الكاس الرياضية، المفروض هذه صور التيفو هي الصور اللي تبقى، هي الصور اللي تتصور، هي الصور اللي تمشي في الانترناشونال فيد، يعني للقنوات الناقلة لهذه المباراة، لأنه هذه الصور الرائعة وهذه الصور اللي تبقى صور جماهير الفريقين أو بالأحرى في هذه المباراة صور جماهير الترجي الرياضي التونسي. لماذا تحدثت في هذه النقطة بالذات كابتن مبكر الزيتوني؟ لأنه أيضا من الجانب المقابل في الترجي الرياضي التونسي إلياس شتي وإيهاب المباركي تقريبا شاهدوهم دائما كجناحين في الترجي الرياضي التونسي، ممكن أيضا مع الترجي نعرفوا كيف يضغط، أيضا حتى بن غيث وبن رمضان يصبحوا تقريبا شاهدوهم دائما في المناطق الهجومية باستمرار، يعني ممكن النادي الإفريقي يستغل هذه العوامل، يستغل هذه المساحات إذا كان الشماخي ومنوب الحداد ممكن في انتعاشة بدنية وفي فورمة جيدة اليوم. قلت لك انا باش تحد من الخطوره نتاع كما قال خالد نتاع الهوني ونتاع بن ساحه، لازم يكون معنا الشماخي عنده دور، هو منوب الحداد دور دفاعي قبل كل شيء، لانه يعني هي المعركه الكل باش تدير في وسط الملعب. تنجم تلعب دفاع يا هيكل، وتنجم بعد الدفاع العقليه نتاعك اللي انت باش تحول الهجوم بسرعه وبسرعه قصوى. يعني الشماخي اليوم علاش قلت لك امام فرصه مع منوب الحداد، تمنيت لو كان زهير ذوادي زاد كان اليوم في المباراه كان ممكن يعطي حتى معنويا، معناها تعرف زهير ذوادي في الدربيات هذيك كان يقوم بمباراه كبيره برشا ضد الترجي التونسي. معناها المهمه نتاع ممكن العقربي وادم الطاوس ممكن باش تكون معناها المسؤوليه الهجوميه ممكن محدوده، لكن لابد من قطع اللعب على الهوني وبالساحه، لازم الكرات توصلهم ميته، معناها حتى الدفاع نتاعنا للنادي الافريقي لازم الكره ما توصلش معناها في على الدفاع مباشر، لازم تكون تتعدى بمراحل باش توصل الكره ضعيفه للدفاع نتاعنا، لانه خليل قصاب وعندك غزة عادي وسام يحيى ينجموا اليوم يوقفوا السيطرة معناها نتاع الوسط الملعب مع الشماخي ومنيب الحداد، وهذا كما قلنا الدربيات تلعب هذه معناها حاجاتنا احنا في الاستوديو قاعدين في الملعب، لكن طبيعي، لكن هناك زاد قوة شخصية اللاعبين هو حتى في حتى على المستوى التكتيكي التنشيط بعدين حسب المنافس تغير عدد المعطيات، يعني واستغلال المرحلة اللي باش تتعدى بها، مرحلة تبدا معناها تحس اللي انت معناها مسكت بزمام الامور، لازم تعرف كيفاش تستغل الفرص اللي تجيك، وكذلك وقت تكون انت في بجي اي فريق بجي مرحلة نتاع ضعف في الملعب باش يرجع المردود نتاعو، لازم يعرف كيفاش يعدي المرحلة نتاع الضعف هذيك، وان شاء الله يكون المباراة معناها المستوى الفني نتاعها يكون قوي، وان شاء الله الانتصار معناها يكون للاجدر الاجدر او للنادي الافريقي حسب رايك. بالطبع نحب النادي الافريقي ينتصر. أيوة. بالطبع هذا حاجه معلومه. كابتن خالد الدمولي، اقوى هجوم ضد اقوى دفاع، يعني منطقيا هل سنشاهد ترجي يهاجم والنادي الافريقي يدافع في هذه المباراه؟ هو هذا السيناريو المنتظر، هذا السؤال المطروح، كيفاش تتعامل اسعد الريدي مع هجوم النادي الافريقي، هجوم الترجي باش يطلع يعني باش يضغط على النادي الافريقي والا باش يعمل كيما عديد الفرق؟ ولهنا لقى الترجي صعوبات، انه لقى عديد الصعوبات وقت اللي فرق يلعبوا يعني الكتله الدفاعيه منخفضه ويلعبوا الهجمه المعاكسه، يحبوا يستغلوا الفضائيات اللي يخليهم للترجي، لكن ما عرفوش اليوم الدربي علاش نقول لك راهو فما خصوصيات تقعد لاخر لحظه، نجموا راهو النادي الافريقي متقدم لهنا كيفاش يتعامل الترجي؟ دونك الحقيقه مع بعض المعطيات خلينا لي الراي اللي في المقابله باش تكون مسكره وصعيبه على ناحيتي. توقعاتك الشوط الاول 0-0 الشوط الاول 0-0 في الشوط الاول. كابتن مبكر الزيتوني نبداها 0-0 0-0 ايضا. اذا توقع كابتن مبكر وكابتن خالد الملهي 0-0 في الشوط الاول بالنسبه لديربي العاصمه بين الترجي والافريقي. الان اذهب صوتا وصوره مع زميلي المتميز هيكل الصغير للتعليق على 45 دقيقه الاولى، نعود للاستوديو مباشره بعد نهايه الشوط الاول. هيكل لك الخط. شكرا زميلي العزيز هيكل الشعري. مشاهدينا الكرام وفي شبكة قنوات الكأس الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع من أرض التاريخ منارة البحر الأبيض المتوسط حق المروج الخضر
والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة. يم السواعد سمر يا تونس الخضراء، السواعد التونسية تؤثث اليوم درب العاصمة 131، درب التاريخ، درب الكبرياء، درب الكبار. اليوم في تونس الكل قدم مواعيد وأجل مواعيد لمشاهدة القمة الكروية العربية التونسية. دربي قادر على زرع الفرحة في قلوب أنصار وجمهور الفريق الفائز أيام وأسابيع وأشهر متتالية. نعم هكذا هو دربي الخضراء، الهزيمة فيه عار والانتصار مجد بين العملاقين قطبي الكرة التونسية. الترجي والإفريقي في التوب مؤخرا، المباراة بكل محاسنها وعيوبها تبقى نمبر وان في تونس. شاهدنا التيفو الدخلة في درة رادس، لوحة كانت مرسومة بإتقان شديد بريشة هؤلاء العشاق الذين لم يزاولوا دراستهم في معاهد وكليات الفنون الجميلة، لكن تداولوا جيل ورا جيل على حب الجمعية وعشق ألوانها وغرامها وتجسيدها بريشة السحر والعشق. والنتيجة إبداع وإمتاع، خلق وابتكار لهذه الصورة الرائعة من مدرجات أكبر الملاعب التونسية. أحسن دخلة لتقديم مباراة دربي العاصمة، فلا تذهبوا بعيدا أوفياء شبكة قنوات الكأس الرياضية. هنا فقط الفرجة والمتعة والإبداع، الدربي المنتظر المثير في الباطن والظاهر في الداخل والخارج بإدارة الحكم الدولي الكاميروني اليمنية. الدربي وما أدراك ما الدربي، عند جماهير الترجي والإفريقي الدربي لقب، الدربي تاج، الدربي بطولة، الدربي كأس. نعم الفوز في الدربي هو لقب في حد ذاته، وفي بعض الأحيان أجمل من بطولة وكأس. الدربي حكاية والدربي رواية، الدربي قصة أشعار تقرأ فيها الإسرار. فهنيئا لقلب راودها وحب الترجي والإفريقي دون إشعار، لكن مع السبق الإصرار والترصد والإفريقي دون انتظار يهاجم منذ البداية بكرة وسط الميدان. غازي العيادي أسماء النادي الإفريقي ضيف الترجي اليوم في دربي العاصمة، اختيارات المدرب الداهية لسعد الدريدي، عاطف الدخيلي في المرمى، رباعي الدفاع 4 حمزة العقربي على اليمين، 21 على اليسار آدم التاوس، 3 في الوسط الدفاعي اسكندر عبيدي، فخر الدين الجزيري 27، 18 خليل القصاب في وسط الميدان 26، خازن عيادي و13 الكابتن وسام بن يحيى، وثلاثي الهجوم 11 منوب الحداد، 33 البوركينابي باسيرو كومباوري، و17 ياسين الشماخي. الترجي مع قائد الاوركسترا معين الشعباني، نفس الاختيارات نفس الاسماء والالقاب لمباراة الكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي في المرمى. معز بن شريفية قبل مواصلة اسماء الترجي وتشكيلة المكشخة وفريق باب سويقة مخالفة للنادي الافريقي. ننتظر على التنفيذ بكرة ملعوبة قوية تعود من دفاع المكشخة. بن شريفية في المرمى على اليمين، اياب المباركي 24، 6 محمد علي اليعقوبي، 30 عبد القادر بدران، 23 الياس شدي، 15 في الوسط فوسيني كوليبالي، 18 عبد الرؤوف بن غيث، 27 محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم 7 بلال بن ساحة، 11 طه ياسين الخنيسي، و10 الليبي معشوق جماهير الترجي مؤخرا حمدو الهوني. مباراة قوية في البدايات بروح وإصرار وعزيمة، الكل يلعب من أجل الانتصار في مباراة الدربي رقم 131 بين الفريقين. منتظرة مباراة قوية في حوار كبير بين المدربين لسعد الدريدي ومعين الشعباني، مواجهة تكتيكية بين الداهية لسعد وقائد الأوركسترا شعباني. شعباني أحسن مدرب حاليا في تونس، متصدر ترتيب المدربين في عدد النقاط كل مباراة، والوصيف هو الدريدي الثاني في المتميزين أكثر من مجرد مدرب في النادي الإفريقي حاليا. كرة للترجي في وسط الميدان على انطلاقة من بلال بن ساحة، البي بي اس جديد في الترجي، بلال يحاول يدخل للبوكس، مقطوعة من ظهير الإفريقي آدم التاوس، معكوسة كرة كونتر اتاك إلى ياسين الشماخي، ماخي كرة ملعوبة لكن يتدخل فوسيني كوليبالي ويتدخل مع حكم المباراة الكاميرونية اليوم للإعلان عن مخالفة للنادي الإفريقي. اليوم
هو الحكم رقم 29 اليوم في بطولة 2019-2020 في المباراة رقم 88 هذا الموسم في بطولة الدوري. 37 سنة، سيرة ذاتية محترمة جدا لهذا الحكم الكاميروني، مخالفة للنادي الافريقي بكرة من وسط الميدان ستعود طويلة من جانب فخر الدين الجزيري، يلعب كرة طويلة الافريقي في الهجوم ممكن عكس التوقعات بكرة غازي العيادي في البداية، كرة اعطت اكثر ثقة للنادي الافريقي. الترجي يعني هذا لا يخفى على احد هو مرشح للانتصار في مباراة اليوم بمقياس الانتصارات الماضية، الفورمة الكبيرة للاعبين، التجانس الكبير، دريم تيم الترجي بين افريقيا والبطولة المحلية. الترجي على الورق هو الأقرب الافريقي في الدربيات، قد يصنع المفاجآت، قد يحدث الفارق. كرة ملعوبة من اليسار إلى إلياس شتي، شتي يعطي لمسة تعود تبقى الترجية من عبد الرؤوف بن غيث، بن غيث كرة لمحمد علي بن رمضان في اتجاه بلال بن ساحة، يرفع الكرة على القائمة الثانية، حمد الهوني خطيرة للترجي، كرة جول تضيع عن الترجي في أول كرة أول محاولة. مباراة اليوم أحبتي الكرام من العاصمة التونسية درس في التاريخ بين الناديين بين الجارين، ديربي من نار في الانتظار، مباراة من الوزن الثقيل، لقاء بطعم ومذاق خاص مختلف عن سابقيه في الزمن، توقيت غير العادة الساعة الواحدة ظهرا في تونس. أنا متأكد اللي نسبة الأكبر من العائلات التونسية شمالا وجنوبا غيرت وعدلت في توقيت الغذاء هذا الموسم هذا اليوم، الفطور بعد الماتش بالنسبة للتوانسة أكيد شهية الأكل مقطوعة هذه الساعات لأحباء الترجي وأنصار الإفريقي، كل شيء تأخر إلى ما بعد مباراة الدربي. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي من محمد علي يعقوبي، يعقوبي إلى إيهاب المباركي، عودة الفورمة لإيهاب، إيهاب في الجولات والمباريات الأخيرة مع الترجي يبلي في البلاء الحسن. من يقول الترجي يقول باب سويقة، القصبة الحلفاوين، من يقول الافريقي يقول باب جديد الصباغين، المقر العام للفريقين، معقل الفرحة والاحتفالات والمواكب الرسمية. باب سويقة وباب جديد جزء من تاريخ مدينة تونس العتيقة، أنصار بالملايين للفريقين، جمهور من ذهب لفريق الدم والذهب، وجمهور استثنائي توخ الجميع في تونس والعالم العربي للعقلية. الرمية جانبية تعود النادي الافريقي من خلال حمزة العقربي، الباك رايت الظهير الأيمن بكرة ملعوبة طويلة تعود ترجية، يبقى التماس دائما للنادي الافريقي او حمزة العقربي. الدربي بين القوة الهجومية للترجيين والصلابة الدفاعية للفارقة، قوة المكشخة الهجومية تتحدث عليها الارقام والاهداف المسجلة، 23 هدف في 10 مباريات في البطولة أفضل هجوم، والفريق منقوص من 3 مباريات، 11 لاعب ساهموا في هذا الرقم بقيادة المنتقل حديثا إلى اتحاد جدة السعودي، أنيس البدري 6 أهداف، ثم الليبي حمد الهوني 4 أهداف. المكشخة في 10 مباريات سجلت في 9 وتعادل وحيد أصفر كان أمام الملعب التونسي. الفريق الحدث كبير باردو وكبير العاصمة، البقلاوة في باردو 0-0 مع الترجي هو التعادل الوحيد إلى حد الآن، والبقلاوة الوحيدة التي أجبرت الترجي على اقتسام النقاط. محمد علي اليعقوبي، كرة من دفاع الترجي في اتجاه بلال بن ساحة، مقطوعة آدم التاوس، تعود حمراء وبيضاء للنادي الإفريقي من ياسين الشماخي، شماخي انطلاقة، يبقى الكرة، يبقى الاستحواذ، يبقى التوزيع من خلال هذه الكرة لوسام بن يحيى، يستفيد من الركنية، الركنية الأولى في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، مستوى فني وإيقاع محترم من جانب الفريقين في البداية. ركنية تلعب من وسام بن يحيى، التنفيذ تعود للإفريقي مجددا، يبقى في الهجوم، كرة سالة للحارس معز بن شريفية، بن شريفية الحارس يولد ولا يصنع، تولد باش يكون حارس كبير في مباراة حراس اليوم بين بولعز والأخطبوط عاطف الدخيلي من هناك من جانب النادي الإفريقي. كرة تعود هذا متاوس
الافريقي يعول على المخزون الفني الذاتي من مركز التكوين من الأكاديمية. اليوم 4 لاعبين، أول دربي بالنسبة للنادي الإفريقي لهم: إسكندر العبيدي، آدم الطاوس، خليل القصاب، والبوركينابي باسيرو كومباوري. 5 لاعبين في الترجي، أول دربي، أول مباراة قمة بالنسبة لهم في العاصمة بعد عبد القادر بدران. هناك الياس شتي، كذلك عبد الرؤوف بن غيث، بلال بن نساحة، وحمد الهوني. كرة مقطوعة من دفاع النادي الإفريقي، إبعاد للخطورة من آدم الطاوس في وسط الميدان، يبقى للترجي بكرة ملعوبة من جانب عبد القادر بدران. بدران يلعب كرة مع عبد الرؤوف بن غيث، بن غيث انطلاقة هجومية للترجي، تنطلق من أقدام الياس شتي، شتي العرضية طويلة والكرة تبقى في الميدان. ما زالت الكرة، ما زالت المحاولة، التغطية من آدم الطاوس مع بلال بن ساحة. هناك حوارات ثنائية كبيرة في المباراة اليوم، خاصة بن ساحة آدم الطاوس، وكذلك حمد الهوني مع حمزة العقربي. تحدثت عن قوة هجومية للترجي، النادي الإفريقي بصلابة دفاعية، بكلين شيت في 10 مباريات، الفريق لم يستقبل في مرماه إلا هدفين في 12 مباراة داخل شباك عاطف الدخيلي، هدفان كان في الأشواط الأولى، كلين شيت في 12 على 12 في الأشواط الثانية بالنسبة للسيا. كرة تعود من عبد القادر للنادي الإفريقي، يضغط عالي ابناء المدرب الأسعد الدريدي، تعود مرة أخرى حمراء وبيضة في الامتلاك، لكن يقتحم الترجي. كلين شيت في 10 مباريات في دفاع الإفريقي، رقم مميز لم يحققه فريق باب جديد منذ سنوات عديدة. نعم، دفاع النادي الإفريقي كان نقطة ضعف كبيرة في السنوات الماضية، وخاصة في آخر 4 مواسم. الأسعد الدريدي وضع بصمته الفنية هنا لتفادي أخطاء الماضي. المنظومة الدفاعية ككل تحسنت كثيرا بطريقة الضغط وتقارب الخطوط ومشاركة كل اللاعبين في استرجاع وافتكاك الكرة. هذا ما خلى الإفريقي يصبح بصلابة دفاعية غير مسبوقة، وهو الأفضل إلى حد الآن في البطولة بقبول 2 فقط في 12 مباراة. أمام الترجي الذي يواصل التألق المحلي والقاري في بداية 2020 في بطولة الدوري، 4 انتصارات متتالية، 10 مباريات دون خسارة، 9 انتصارات والتعادل المكشخة. بكرة مرة أخرى تعود لشيخ الأندية التونسية، بن مباركي يرفع الكرة إلى طه ياسين الخنيسي، الخنيسي لمسة لعبد الرؤوف بن غيث، انطلاق من اليسار لشتي، شتي كرة للترجي، تعود مرة أخرى عبد الرؤوف يرفع الكرة، والتدخل من دفاع الأسياء مرة أخرى، مجددا يعود الامتلاك للترجي في الدربي رقم 34 في درة المتوسط أولمبي رادس. 14 انتصار للترجي، 10 للنادي الإفريقي، و9 قاطع ومقطوع، 9 تعادلات، 9 أنصاف الحلول بين الفريقين في هذه الدرة. ترجع الكرة مرة أخرى للنادي الإفريقي في حوار بين ياسين الشماخي ومحمد علي بن رمضان. تماس الترج بسرعة، تعود محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، الثنائي الجديد في محور دفاع الترجي منذ جولات، منذ مباريات، اللي عاول عليه معين الشعباني بعد غياب للإصابة خليل شمام. الاختيارات فنية شمس الدين الثوادي، كرة طويلة قطرية الشتي، يعمل كونترال، تعود مرة أخرى لعبد القادر بدران. انتشار تكتيكي إلى حد الآن للنادي الإفريقي في بداية هذه المباراة لخلق المساحات والفراغات أمام مفاتيح لعب النادي الترجي في وسط ميدان، خاصة كوليبالي بن غيث ومحمد علي بن رمضان. تمريرة بين الخطوط للترجي في اتجاه حمد الهوني، الهوني الهوني بكرة ملعوبة، تعود مرة أخرى من جديد ترجية، ترجي يستحوذ، الترجي يبني الهجمة المركزة، يلعب كرة في اتجاه الطرف الأيمن، يهب لمباركي، لمباركي مع التاوس، اليوم يعلن عن مخالفة للترجي. النادي الإفريقي في دربي المرحلة والقسم الثاني، الموسم الرياضي الماضي أوقف السلسلة الإيجابية للترجي بعد 20 مباراة دون خسارة، وألحق أول هزيمة للمكشخة مع المدرب معين الشعباني في البطولة. هل يعيد اليوم الكرة أم يواصل الترجي الزحف؟ مخالفة آدم الطاوس وأول كارت أصفر في المباراة من الحكم الكاميروني أليوم نيام.
37 عام بالنسبة لهذا الحكم، 101 مباراة دولية، أكثر من 15 مباراة للأندية والمنتخب الوطني التونسي لنسور قرطاج. مخالفة للترجي، ترجي لأكثر من 10 أهداف هذا الموسم على أثر كرة ثابتة في بطولة الدوري الممتاز. كرة انتظار وترقب لمخالفة من الترجي خطيرة على دفاع النادي الإفريقي في أول ربع ساعة في المباراة. إلى حد الآن تعادل أصفار، تعادل أبيض، 0-0. كرة ملعوبة من بلال بن ساحة والتدخل من دفاع النادي الإفريقي. ما زالت الكرة خطيرة، تصويبة من عبد الرؤوف بن غير، المطالبة بلمسة يد، المطالبة لركلة جزاء للترجيين. كرة من ركنية ستعود، هذه الإعادة، العرض البطيء لبن ساحة في التنفير ولمسة حمزة العقربي. أكيد الصور البطيئة أمامكم مشاهدينا الكرام على شبكة قنوات الكأس الرياضية. ركنية أولى للترجي بعد أولى للنادي الإفريقي في دقائق أولى في هذه المباراة. ملعوبة على القائمة الثانية، تعود مرة أخرى لياسين الشماخي. هناك صافرة من حكم المباراة، إعادة تنفيذ الركنية بالنسبة للترجي. هذه اللقطة الأخيرة واضحة الصورة أكيد، والكرة الأخيرة بعد تنفيذ مخالفة كانت من جانب بلال بن ساحة. الركنية للترجي، حركية كبيرة في البوكس على الكاميروني اليوم، تنبيه على كل اللاعبين. الحكم الكاميروني الدولي في أول مباراة في بطولة الدوري التونسي. كرة طويلة تعود مرة أخرى، يضغط الإفريقي من خلال كرة عائدة بمبدأ السلامة من عبد الرؤوف بن غير إلى معز بن شريفية. بن شريفية عبد القادر بدران إلى فوسيني كوليبالي مع معز بن شريفية مرة أخرى، الحارس العربي والإفريقي الأول الذي شارك في مباريات ثلاثة نسخ من مونديال الأندية 2011 2018 و2019. أكثر حارس في الماما أفريكا، خاض نهائي دوري أبطال القارة، 5 مباريات بين الذهاب والإياب نفس الأعوام ونفس السنوات 11 18 و2019. كرة بين إلياس شتي، حمزة العقربي، تعود ضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي. الإفريقي 9 انتصارات وتعادلين وخسارة، هي أحسن بداية موسم ومرحلة أولى للنادي الإفريقي منذ 21 سنة. نعم مباراة في التوب بالنسبة للفريقين بالأرقام بكل المعطيات بين الترجي والنادي الإفريقي. الأفضل في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بكرة طويلة تعود مرة أخرى. الترجي عبد الرؤوف بن غيث، إلياس شتي، كرة طويلة تبقى للترجي من خلال هذه الهجمة خطيرة لمحمد علي بن رمضان. انطلاقة للترجي، التسديد لكن بعيدة. في آخر 7 مباريات بين الفريقين لابد من فائز، يا غالب يا مغلوب. 4 للترجي و3 للنادي الإفريقي، والمخالفة الترجية بعد هذه الكرة والتسديدة من محمد علي بن رمضان. اليوم نيا يعطي المخالفة للترجي بعد التدخل الأخير. ثاني دربي بالنسبة لمحمد علي بن رمضان بعد دربي إياب الموسم الماضي وانتصار النادي الإفريقي هنا في رادس بهدفين مقابل 1. كرة ترجية، جماهير عددها غفيرة، العدد المسموح به أكثر من 22 ألف متفرج حاضرون في مدرجات ملعب أولمبي رادس بعد غلق المنعرج الجنوبي. الكل تقريبا في البلوس في المدرجات المكشوفة من أحباء وأنصار الترجي في غياب جماهير النادي الإفريقي التي ستكون حاضرة في مباراة الإياب. بلال بن ساحة معوض أنيس البدري في هجوم الترجي. بن ساحة ينتظر أول أهدافه مع الترجي هذا الموسم، 5 أسيست، 5 تمريرات حاسمة لبلال القادم من دفاع تجنات. بن ساحة يلعب كرة تضرب في الجدار، تبقى للترجي من خلال هذه الركنية في تقدير حكم المساعد الثاني امبيلي مينيي، طاقم التحكيم بكل من الكاميرون. الحكم الرابع فقط من تونس الدولي هيثم قيراد،
أصغر حكم في تونس قاعد دير بالعاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي سنة 2014. ركنية للترجي بلال بن ساحة ينفذ كل الكرات الثابتة نمبر وان في مثل هذه الكرات. بلال في المكشخة يلعب الكرة تعود فترة قوة للترجي يضغط على دفاع النادي الإفريقي تعود من عبد الرؤوف بن غيث. بن غيث مع بن ساحة لكن متفتن آدم التاوس يقطع الكرة من نوبي حداد. حداد مع إيهاب المباركي والكرة في التماس. آخر اقتسام للنقاط في ديربي الجرائن ديربي العاصمة 1-1 يوم 30/10/2016. أنيس البدري للترجي إبراهيم الشنيحي للنادي الإفريقي وهو القاطع والمقطوع أو التعادل الوحيد في 10 مباريات أخيرة لبطولة الدوري. 10 مباريات 10 دربيات أخيرة سيطرة واضحة كانت للمكشخين 5 للترجي 4 للنادي الإفريقي وتعادل 1. تعود كرة أخرى من دفاع السيا سكندر العبيد يرفع الكرة الطويلة العبيدي إيهاب المباركي تبقى لمنوبي الحداد يرفع الكرة منوبي ياسين الشماخي. شماخي شماخي الهدف الجديد للنادي الإفريقي في الدربيات 2 دربيات سابقة سوز هدف بالنسبة لياسين هدف في كل مباراة في الموسم الماضي بين الذهاب والإياب. تعود الكرة إفريقية مرة أخرى لأبناء فريق باب جديد ترجع لفخر الدين الجزيري يعطي باس لإسكندر العبيدي. العبيدي يطول الكرة ملعوبة طويلة تعود لياس شتي مع باسيرو كومباوري البوركينابي بكرة للسيا في الهجوم حمزة العقربي. عقربي حمزة حمزة انطلاقة من عقربي والتدخل من الياس شتي والمخالفة لمدافع الترجي. المكشخة التونسية أو ترجي معين من 2018 إلى 2020 أصبح يتمتع بسيولة كروية كبيرة وسهولة في الاختراق عبر الفنيات الفردية خاصة في الواحد ضد واحد. إيقاع متواصل على طول المباراة وضغط في مناطق المنافس. الإفريقي نسخة الدريدي بتنظيم تكتيكي ممتاز مع روح انتصارية عالية في هذا الدربي الغير قابل كالعادة للتكهن المسبق. لكن معين ممكن عنده أفضلية وأسبقية في الحلول على البنك وفرة الرصيد البشري مقارنة ببدلاء الدريدي المعزز مؤخرا بصابر خليفة عن يوم نيا. يقول ما فيها الشيء العملية الأخيرة للبي بي اس جديد في هجوم الترجي بلال بن ساحة. هذه الكرة هذه الإعادة للقطة الأخيرة من بلال بن ساحة ومطالبة يعقوبي. مشاهدين الكرام مهما كانت الأيام مملة عزيزي المشاهد في تونس والوطن العربي يبقى اليوم الذي تشاهد فيه درب العاصمة التونسية ذو نكهة خاصة ومميزة. مباريات القمة لا تخضع لأي تكهنات أو معايير مسبقة وما فيهاش فريق متفوق على آخر حسب المواجهات السابقة أو حسب الترتيب العام والأرقام. اليوم الترجي هو المتصدر مع الاتحاد الرياضي المنستيري ب 28 نقطة. الاتحاد منقوص من مباراة الترجي من 3 مباريات 9 انتصارات وتعادل. المكشخة الإفريقي في المرتبة الخامسة 23 نقطة 9 انتصارات 2 تعادل وخسارة. النادي الإفريقي على الميدان في المواجهات مع منافسيه المجموع العام للنقاط 29 هو المتصدر. قرار الفيفا بخصم 6 نقاط يتراجع على إثر الإفريقي للمركز الخامس ب 26. كرة تعود في وسط الميدان حركية كبيرة وقتالية وصراع وشراسة وتسديدة للترجي والمحاولة مرة أخرى. يضغط الترجي على دفاع الإفريقي في هذه الدقائق الأخيرة 22 دقيقة لعب في المباراة من التعادل 0-0 0-0. نتمنى أن تكون مباراة في مستوى عال خاصة في احترام الميثاق الرياضي في الفير بلاي بين اللاعبين. لا داعي لا داعي لا داعي لمثل هذه الصور لا داعي. هي مباراة 90 دقيقة نعم مباراة كبيرة حوار أجوار مباراة مشتعلة خاصة في المدرجات. هذه الكرة على أخيرة
فوسيني كوليبالي. مراوغة كانت ممتازة بالنسبة للإيفواري. كولي القادم 2013 لتونس للاتحاد المونستيري من بوابة ستيل عجمي الإيفواري. 7 سنوات في بطولة الدوري التونسي، رقم يصعب تحتيمه للاعب أجنبي محترف. كولي مكشخ لغاية جوان يونيو 2023 بعد تجديد عقده من إدارة الترجي ب3 سنوات إضافية. الكوبرا كولي ماركة مسجلة عند المكشخين، كرة من خلال تنفيذ تماس تعود للنادي الإفريقي، تشتعل المباراة في صراع قمة العاصمة التونسية بكرة طويلة من فخر الدين الجزيري في الوسط خازن عيادي. عيادي تعود لاستحواذ لامتلاك أكثر للترجي في هذا الشوط الأول. النادي الإفريقي يلعب من أجل مبغضة دفاع الترجيين من خلال كرات أو هجمات معاكسة واستغلال سرعة وفنيات الشماخي. حضور ونجاعة باسيرو كومباوري وكذلك استماتة الشاب خليل قصاب في وسط الميدان. خليل شمام أكثر لاعب خد دربيات في الترجي ب18 دربي، غائب عن مباراة اليوم عن الدربي رقم 131 بسبب الإصابة لأسباب صحية. كرة من مخالفة للنادي الإفريقي ملعوبة طويلة، محاولة الرأسية ما زالت خطورة للنادي الإفريقي، لكن هناك رفع راية، هناك راية ضد اسكندر العبيدي مدافع في أول دربي بالنسبة لي اسكندر العبيدي. هذه الكرة حسب الصورة لا وجود للتسلل في البداية، لكن مع الكرة الثانية الكرة الرأسية كان متسلل فخر الدين الجزيري. واضحة الصورة، ترجع مرة أخرى كرة في وسط الميدان تعود للنادي الإفريقي. البعض يرى أن الترجي يتفوق فنيا على السيارة بمبدأ الاستمرارية والجاهزية، وهناك شق آخر يرى أن ردة فعل الإفريقي بروح الإصرار على مواجهة هذا المشوار المميز. هذه كرة للترجي، بلال بالساحة خطيرة، بلال ركلة جزاء، ضربة جزاء للترجي في 25 دقيقة. لعب البي بي اس بلال بالساحة وركلة جزاء للترجي يعلنها على اليوم ليوم بعد جذب من القميص. كرة كانت في حوار في البوكس واليوم كان قريب من العملية. آخر ركلة جزاء للترجي كان سجلها الفرجاني ساسي 1-0 في دربي الذهاب 2017. هذه الكرة آدم الطاوسي متأخر، هناك مسك على بلال بن ساحة والمخالفة للترجي وركلة الجزاء في قرار حكم المباراة اليوم نيا. هناك اليد اليمنى لخليل القصاب في ركلة جزاء مع بلال بن ساحة، بنالتي للترجي، وهذا هو البنالتي رقم 6 هذا الموسم. 4 ناجحة وركلة جزاء مهدورة للترجي. كان ذا حانيس البدري أمام النادي الرياضي الصفاقسي. الخنيسي بعد خروج البدري هو الذي سيتكفل بتنفيذ ركلة الجزاء. 4 ناجحة في السابق، 3 للبدري و1 لطه ياسين الخنيسي. حوار بين الخنيسي وعاطف الدخيلي في ركلة الجزاء. قرار حكم المباراة ماذا هناك؟ ننتظر اليوم نيا بطاقة صفراء. طاوس عنده صفراء، قد تكون البطاقة الحمراء لقصاء لآدم الطاوس. الطاوس عنده كارت أصفر، من هنا يحدي احتجاج لاعبو النادي الإفريقي. نعم البطاقة الحمراء للنادي الإفريقي. وفي المباراة الثانية على التوالي بعد إقصاء سهير الثوادي في مباراة النجم الرياضي الساحلي في ملعب بعليل حوار بحمام سوسة، الإفريقي يعاقب مرتين. الطاوس الشاب يخرج بالبطاقة الحمراء في 27 دقيقة لعب في ركلة الجزاء الممنوحة لبلال بن ساحة. عنده انذار على اليمنى
يشهر البطاقة الصفراء الثانية ركلة جزاء للترجي وبطاقة حمراء ومواساة لسعد الدريدي لآدم الطاوس. ألم أقل لكم أنه أكثر من مجرد مدرب في النادي الإفريقي لسعد الدريدي هذا الموسم في ظل الصعوبات الكبيرة التي يعيشها العقلية. بينالتي منعرج جديد في المباراة في الشوط الأول حماسي مشوق. ياسين الخنيسي في حوار مع عاطف الدخيلي. طه ياسين الخنيسي انتظار حوار بين الأخطبوط وبين القناص طه ياسين الخنيسي. 57 هدف في بطولة الدوري التونسي، أكثر لاعب مسجل أهداف من اللاعبين الناشطين حاليا في البطولة. ينتظر هل يكون هدف ثالث للخنيسي في العداد الشخصي أم يتصدى عاطف. خنيسي دخيلي طه ياسين جول. طه ياسين الخنيسي عاداتك يا هداف، عاداتك الشباك. طه ياسين يسجل الهدف الأول، يهز الشباك 1-0 في قمة العاصمة التونسية. الخنيسي من علامة الجزاء يضرب قوة، 1-0 هدف أول للمكشخة في شباك عاطف الدخيلي. ثالث الأهداف التي تهتز لها شباك النادي الإفريقي هذا الموسم في البطولة وفي الأشواط الأولى. الخنيسي يسدد على يمين الدخيلي، 1-0 هدف أول في المباراة ونقص عددي للنادي الإفريقي في أول نصف ساعة. الإفريقي سيكمل المشوار بنقص عددي والترجي متقدم بهدف مقابل 0. الهدف رقم 58 في البطولة للخنيسي و46 بزي الترجي بعد 12 هدف مع النادي الرياضي الصفاقسي. كرة تعود مرة أخرى، أجواء ملتهبة، أجواء كبيرة، أجواء حماسية في مدرجات ملعب أولمبي رادس في هذه الدربي، في هذه المباراة، في هذا الحوار الكبير بين الفريقين. كرة تعود لعبد القادر بدران. شتي بدران معين الشعباني أصغر مدرب في تونس حاليا 38 سنة، وهو من أصغر الأسماء سنا في تدريب الترجي الداهية. أصغر مدرب في تاريخ القارة يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة، 37 عام و 154 يوم. في حوار مع أسعد الدريدي 42 سنة، سبع التجارب التدريبية المحلية في بطولة الدوري التونسي من بوابة باب جديد. السيا كرة تعود للترجي في وسط الميدان، انطلاقة طه ياسين الخنيسي، لمسة الخنيسي محطة محمد علي بن رمضان، كرة في اتجاه إيهاب المباركي، خطيرة ملعوبة، كرسة للثاني عاطف الدخيلي بعد لمسة من حمزة العقربي. تعود كرة أخرى، ترجي يضغط، ترجي يسجل، ترجي هو الكل في الكل في هذا الدربي لحد الآن بكرة ملعوبة في الوسط مرة أخرى. نقطة قوة الترجي في وسط الميدان، الترجي كامل الأوصاف. أي مدرب في تونس في العالم العربي في إفريقيا يتمنى أن يكون له فوسيني كوليبالي، عبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بن رمضان. كل لاعب عنده خاصية يكملوا بعضهم هذا الثلاثي مثلث الرعب في وسط ميدان الترجي. كرة تعود، الإفريقي يحاول العودة، يبحث عن ممر للوصول لشباك معز بن شريفية من خلال الروح الانتصارية، من خلال الإصرار في مباراة دربي إلى حد الآن مر عليه من زمن 32 دقيقة لعب في البطولة المحترفة منذ موسم 96-97. اليوم هي المباراة رقم 51. الترجي 26 فوز، 11 للنادي الإفريقي، 13 تعادل. أول وآخر مواجهة في درب العاصمة كانت بالألوان الحمراء والبيضاء.
13-11-55 2-0 للنادي الافريقي، و 9-6-2019 بهدفين لواحد للسيال. اليوم بالمناسبة هدف تاع ياسين الخنيسي والهدف رقم 277 في الدربي. 158 للترش، النادي الافريقي سجل 119. ترجع الكرة مرة أخرى ترجية، كوليبالي من كرة ثابتة من ركلة جزاء، ترجي تقدم في السكور 1-0. هدف تاعها ياسين الخنيسي. ترجع مرة أخرى كرة طويلة، محاولة ترجية الخنيسي الهدف، وبإصرار وبصلابة كبيرة من اسكندر العبيدي كرة تعود ترجية بسرعة. حمد الهوني، هوني ملعوبة لعبد رؤوف بن غيث، كوليبالي، عبد القادر بدران، طويلة لإياب المباركي في اتجاه كوليبالي، عبد رؤوف. هناك مساحات في وسط ميدان النادي الافريقي. تأثر السيا بالنقص العددي. ترجع مرة أخرى كرة ترجية ملعوبة، توزيعة كرة ثانية في اتجاه خليل القصاب، باسيرو كومباوري، والكرة طويلة مباشرة إلى التماس. تعود مرة أخرى لعبد الرؤوف بن غيث الماجيكو في وسط ميدان الترجي مع الخنيس. بلال بن ساح، بن ساح، بلال، كرة لمحمد علي بن رمضان، ياب المباركي، المباركي، عودة لمحمد علي اليعقوبي. وكرة لإسكندر العبيدي في اختيارات المدرب الأسعد الدريدي بعد البطاقة الحمراء. حمزة العقربي يصبح هو الظهير أيسر لمتابعة بلال بن ساحة، وسام بن يحيى كظهير أيمن. هذا التغيير على مستوى تمركز اللاعبين بالنسبة للنادي الإفريقي. ترجع مرة أخرى كرة في الوسط للترجي، فوسيني كوليبالي. 10 دقائق أخيرة لنهاية هذا الشوط الأول. الدريدي يحاول إنهاء هذه الفترة بأخف الأضرار. 1-0، ثم ممكن هناك تعديلات أخرى على التشكيلة. الشعباني يريد استغلال هذه الفترة، فترة القوة، لتسجيل هدف ثاني، هدف الاطمئنان على دربي العاصمة. ترجع مرة أخرى كرة تقصيرة، الترجي دور في الكرة، ملعوبة طويلة، العبيدي، خطأ، الهوني، خطيرة. حمد الهوني بعد رحيل سعد بقير لأبها السعودي، حمد الهوني أصبح وزير السعادة الجديد في المكشخة. الهوني هو العيادي الحمروني النسخة الليبية، الهوني هو الحمروني نسخة 2020، الجوهر السوداء، الرسام في ساق وريشة، الهوني في ساق وريشة. عملية فنية ممتازة في البوكس في منطقة الجزاء، ركنية للترجي، مقطوعة على النادي الإفريقي. الإفريقي يقبل اللعب، الإفريقي يقبل الضغط في هذا الشوط الأول. متأخر 1-0، الترجي يضغط، ترجي يلعب الكل في الكل. ترجع مرة أخرى كرة ترجية إلى فوسيني كوليبالي، كوليبالي انطلاقة تاعها ياسين الخنيسي، الخنيسي فوسيني، التسديدة كان، صوت العارضة كان مسموع في رادس، صوت العارضة كان مسموع في رادس بصاروخ كوليبالي. تتواصل الهجمة، كرة خطيرة وعاد في التخيلي مرة أخرى، صاروخ كوليبالي بعد اسيست من طه ياسين الخنيسي. اهي الصوره، اهي الكوره، اهي الشوط، با 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 با. كوره كولي، كوليبالي، وصوت العاصمه، صوت العارضه يصل الى هنا الى الدوحه. كوره قويه كانت من كولي، تعود مره اخرى في وسط الميدان. هيجان الترجي في دقائق لمحاوله لاستغلال النقص العددي والارتباك الحاسر في المنظومة التكتيكية للنادي الافريقي. هذه كرة الخنيسي وهذه تصويبة كولي، هكا ضرب، هكا شات كوليبالي. ترجع الكرة طويلة، فوسيني مرة أخرى للترجي، التغطية الجيدة على الكرة،
من جانب كولي في وسط ميدان الترج. الموازين أصبحت مختلفة خاصة بعد حالة الترد. هذه الكرة وهذه المراوغة الممتازة جدا في مهب الريح فخر الدين الجزيري في كرة الساحر الرسام حامد الهوني. ترجع مرة أخرى كرة للترج لمبارك انطلاقة كونترول خاطئ. ترجع خليل القصاب حمزة العقربي عقربي كرة للسياء حمزة. أي ردة فعل للنادي الإفريقي؟ كيف سيتعامل السياء مع هذه المعطيات الجديدة؟ 38 دقيقة لعب في المباراة والنتيجة 1-0 من ركلة جزاء طه ياسين الخنيسي. اسكندر العبيد عاطف الدخيل يرفع كرة طويلة باسيرو كومباوري معز بن شريفية ودفاع الترجي تقريبا منذ تسجيل الهدف في راحة. هذا ظهور جديد لمعز بن شريفية في هذه الكرة في بيج ماتش الدوري التونسي بكل المقاييس والعناوين. باب سويقة باب جديد الديربي يبقى المباراة الأهم محط كل الأنظار في الجمهورية من بنزرت البرج الخضراء. 42 بطولة الدوري في الميدان بالألوان الحمراء والبيضاء والدم والذهب. الترجي 29 زعيم الإفريقي رهيب 13 بطولة الأول والثاني في عدد التتويج بألقاب بطولة الدوري. أمسية من الأمسيات الرائعة في العاصمة التونسية. بدران شتي عبد القادر في الوسط فوسيني يضغط افريقي افتكاك للكرة محاولة لعكس الهجمة. بوسيرو مخالفة للنادي الافريقي في تقدير اليوم نيو مشاركة في كاس امم افريقيا تحت 17 عام 2011. بطاقة صفراء لفوسيني كوليبالي. اثنين حضور في كاس العالم تحت 17 عام 2011 و2017 قاد ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2011 بين الوداد والترجي 0-0 وحضور دائم في خمس نسخ اخيره للكان كاس امم افريقيا لكره القدم من 2012 الى 2019 وكان ادار المباراه النهائيه لكان 2019 بين السنغال والجزائر. هذا هو حكم مباراه اليوم. اليوم كرة من حمزة العقربي للنادي الافريقي البحث عن العودة. باسيرو كومباوري كرة لفخر الدين الجزيري يرفع والكرة في الركنية. الافريقي يتقدم في اخر اللحظات في اخر زمن من هذه الفترة الاولى 5 دقائق للنهاية. الافريقي يرجع للهجوم بكرة المدافع فخر الدين الجزيري. الكينغ ويسام بن يحيى في الدربي رقم 23 اللاعب الوحيد من الفريقين في البطولة المحترفة اللي يوصل لهذا الرقم على مستوى المشاركات في الدربي. ويسام يرفع الكرة خطيرة على دفاع الترجي تعود باسيرو كوبوري هدف التعادل هدف التعادل. الجزيري فخر الافريقي. الجزيري يضرب الجزيري سجل 1-1 في سيناريو غير منتظر للترجي. عودة بروح الإصرار بهدف المدافع فخر الدين الجزيري. هدف مقابل هدف. هدف المدافع فخر الدين الجزيري يعيد ترتيب الأمور يعيد الدربي لنقطة البداية. ارتباك دفاع الترجي في كرة ثابتة باسيرو يمهد والجزيري في مركز قناص مركز 9 راس حربة يضع الكرة في مرمى معز بن شريفية. 1-1 مع نهاية الشوط الأول. يسجل الإفريقي يعود رغم المرور بفترة صعبة رغم الضغط الرهيب للترجي. الشوط الثاني سيكون من نار يا سادة. الشوط الثاني سيكون من نار بين الترجي والنادي الإفريقي. لعبة تكتيكية منتظرة قوية بين معين الشعباني
ولا سعد الدريدي. كرة للترش، انطلاقة من إيهاب المباركي. المباركي يرفع الكرة طويلة على المستوى المعنوي، هدف في مثل هذا التوقيت للنادي الإفريقي هام جدا، ممكن يمس ويهز الثقة نوعا ما للترجيين. ننتظر كيف ستكون ردة الفعل، هي قراءات، الكل يبقى يعني ينتظر ماذا سيفعل اللاعبون. هذه كرة خطيرة للترجي، وصعود عاطف الدخيلي. الدخيلي يأخذ كورتو أمام مهاجم الترجي حمدو اللهوني، أصغر لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجل هاتريك، وهو كذلك أول عربي وإفريقي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة. ترجع مرة أخرى كرة ترجية في وسط الميدان، انطلاقة من محمد علي بن رمضان، بن رمضان بن غيث، وكرة القانون الجديد للفيفا يعطي عملية إسقاط المباراة إذا تضرب فيها الكرة للفريق اللي جات من عنده الكرة، واللي جات من عنده هو الترجي، والكرة تعود للمكشخة بلمسة ممتازة. كرة للهدف الثاني، أوبا أوبا أوبا، يضيع الهدف الثاني حمد الهوني، يضيع هدف ثاني، يهدر كرة كانت ممتازة جدا مليمترية، باس روعة لخنيسي بن رمضان، يعطيك باس يخرجك من غير فيزا من غير تأشيرة، يحط الهوني راس راس، يحط الهوني وجه لوجه، يسدد بالقدم اليسرى، لكن كانت في المنعرج الشمالي في فراج الافريقي كرة الهوني الأخيرة. ترجي كان قريب من تسجيل الهدف الثاني، هناك إخلالات في دفاع النادي الإفريقي، هناك مساحات، هناك عدم توازن بعد خروج الطاوس بحالة الطرد في عملية ركلة الجزاء. حالة الطرد مست الظهير الأيمن والظهير الأيسر، لأنه العقربي كان على البكرايت أصبح على اليسار، وبن يحيى اللي كان في وسط الميدان مشى هو ظهير أيمن. أكيد بعض الأمور ولخبطة بالنسبة للسعد الدريدي، لكن المهم بالنسبة للدريدي في هذا الشوط هو هدف التعادل في هذا الوقت. شوف حتى الملامح متاع معين، وهذه كرة التعادل لفخر الدين الجزيري. الجزيري اللي بالمناسبة هو السابع لاعب هذا الموسم يسجل هدف للنادي الإفريقي، الهدف رقم 19، 6 لاعبين في السابق. بالنسبة للترجي 11 لاعب سجلوا لحد الآن 24 هدف، قوة هجوم الترجي. هذه الكرة لخنيسي بن رمضان، عملية هجومية مثالية، التيكي تاكا الترجية تتجسد. هذه الكرة الأخيرة تعود مرة أخرى، كرة حمراء وصفراء ترجع لبلال بن ساحة، يتركها لإيهاب المباركي. دقيقتين وقت بديل، آخر دقيقة في هذا الشوط الأول، أنصف الحلول أم ماذا؟ اقتسام التعادل، اقتسام النقاط أم ماذا في 45 دقيقة أولى؟ كرة من محمد علي اليعقوبي، يعقوبي يتقدم يرفع طويلة في اتجاه الخنيسي هوني، تعود مرة أخرى للترجي، وكرة طويلة ما زالت في الميدان. إصرار كبير، لكن هناك تماس للنادي الإفريقي في الكرة والعملية الأخيرة. الترجي كمضيف علامة كاملة في 5 مباريات 15 نقطة، الإفريقي كضيف بعيدا عن أنصاره وعشاقه 5 مباريات 11 نقطة دون هزيمة، 3 فوز 2 تعادل في بنقردان وحمام سوسة. عودة الكرة للعب، حمزة العقربي يعطي كرة ياسين الشماخي، يطلب اللعب اليوم، تبقى للترجي الياس شدي، عبد الرؤوف، عبد القادر بدران، فوسيني كوليبالي، محمد علي اليعقوبي، يعقوبي. وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام في تونس والوطن العربي الكبير، يعلن الحكم الدولي الكاميروني اليمنية على نهاية هذا الجزء الأول من دربي العاصمة. 131 في تونس على نتيجة التعادل، هدف مقابل هدف لخنيسي من ركلة جزاء، والجزيري بعد كرة ثابتة وركنية وارتباك في دفاع الترجي يعدل الكفة. ملتقانا بعد راحة قصيرة مشاهدينا الكرام.
للوصف والتعليق على الشوط الثاني. زميلي العزيز هيكل الشاعري لك الكلمة. شكرا جزيلا زميلي العزيز هيكل الصغير. ذا نهاية الشوط الأول، نتيجة تعادل إيجابي هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي كان فتح التسجيل في الدقيقة 29 ضربة جزاء تحصل عليها لاعب بلال بن ساحة، ضربة جزاء صحيحة وإنذار ثاني لآدم الطاوس، وطه ياسين الخنيسي يتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 29. الجميع ظن أن الترجي الرياضي التونسي في اتجاه مفتوح، ولكن النادي الإفريقي يعود بقوة بإصرار ويعدل النتيجة في الدقيقة 42 عن طريق فخر الدين الجزيري بعد ارتقاء ممتاز جدا من كومبواري. 1-1 نتيجة الشوط الأول، توقع المحللين 0-0، جاءت 1-1، يعني نسبيا توقع النتيجة الصحيحة لهذا الشوط الأول. نبدأ بكابتن مبكر الزيتوني. 1-1 بالنظر لمجريات الشوط الأول والنظر للأقصى وبالنظر للفرص العديدة التي أتيحت للترجي الرياضي التونسي، نتيجة إيجابية جدا للنادي الإفريقي. بالطبع إيجابية جدا، خاصة الورقة الحمراء باش تأثر على النادي الإفريقي، ولو ما نلوموش على آدم الطاوس لأن مدافع يأخذ لك ورقة صفراء في ربع ساعة الأول من الشوط الأول، بالطبع باش تخليه مع التونسي كمل الكرة تمشي، مفروض الكرة الثانية تكون عندهم، يرجع اللاعب وتوزيع لاعبين ما خلاهمش، معناها خلاهمش الفرصه باش يطلعوا للوسط الملعب، ممكن كانوا هذوما يكونوا في الاوفسايد، تنجر عليها هجمه مرتده وكانت نجم تكون اختيار عن النادي الافريقي. هذا الانذار الاول. كذلك تعدم التمركز الجيد في كره ضربه الجزاء، الكره عند النادي الافريقي، ومعناها كيفاش معناها اللاعب يلعب كره لوسط ميدان، معناها ما فماش حتى التواصل كوميونيكاسيون، معناها ممكن مضغوط، حتى كان كله مضغوط ممكن يرجع له الكره، لكن الغاز عادي بالكونترول نتاعو ما عندوش الامكانيات اللي هو باش يغطي على كورته ممكن يستحصل على فاول، والعقربي مع التمركز نتاعو الخاطئ المفروض يرجع لورا، وكذلك الجزيري لازم يبعد على اللاعب باش تبدا، معناها التسرع هو اللي خلى النادي الافريقي والترجي التونسي قاعدين في الشوط الثاني ديما يستغلوا في غلطات النادي الافريقي وقت تبدا تكون في حاله هجوميه. ولهذا عش قلت لك ان النادي الافريقي لما يكون في مكانه دفاعيا وفي وسط الملعب ما عندنا حتى مشكل، وقت تبدا النادي الافريقي في الهجوم انا وقتها ان هي قوه الترجي الرياضي التونسي خاصه في عمليه، وهي نفس اللقطه معبره بالنسبه للاعب الترجي وقت اللي ما لقاش انه يلعب الكره العاديه نتاعو، يلعب بالكره طويله كما في نفس العمليه، يلعب كره طويله ثانيه ويبدا الهجمه نتاعو في مناطق متقدمه، هذا خاطر النادي الافريقي كمان الضغط نتاعو كان عالي وما حبش يدخل الفريسك انه يبدا انه لاعب لاعبي وسط ميدان الترجي ياخذ الكره بظهره وممكن تفك وتعمل مشكلة. هذاك اللي عملوا نادي الفريق والصغال والتراجي في الكرة متاع الغاز العيادي اللي جابت الضربة الجزاء. احنا نسينا نفسنا في التحليل، اعتقد انه الشوط الثاني سينطلق الان مباشرة هيكل صغير. الشوط الثاني مشاهدين الكرام من الملعب الأولمبي برادس، مباراة القمة ودربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي في لحظات وثواني أولى بعد نتيجة التعادل، هدف مقابل هدف في الشوط أول كان مليء بالفرجة والإثارة، السيطرة الميدانية الاستحواذ كان للترجي والإفريقي بالنتيجة بنتيجة التعادل بهدف فخر الدين الجزيري في الدقيقة 42 يعيد الأمور إلى نصابها في هذه القمة الكروية بنفس الأسماء. يدخل الترجي هذا الجزء الثاني من هذا الحوار، 131 معز بن شريفية في المرمى، يهب لمبارك، يعقوبي، بدران، شتي، كوليبالي، بن غيث، بن رمضان، هوني خنيسي، وبلال بن ساحة، الإفريقي تخيلي، عقربي، عبيدي، جزيري، قصاب، عيادي، بن يحيى، كومباوري، حداد، ياسين الشماخي. الإفريقي يلعب منقوص عدديا منذ الدقيقة 27 بعد إقصاء الظهير الأيسر إدم الطاوس، المخالفة الأولى في الشوط الثاني للترجي بلال بن ساحة، مخالفة تقريبا شبيهة بالمخالفة التي أتت بهدف الانتصار أمام لطوال نجم الساحلي من نفس المكان من بلال إلى الهوني. اليوم كيف سيكون التنفيذ في هذه الكرة للترجيين؟ أكيد كانت هناك معاينة ودراسة لكل كبيرة وصغيرة للفريقين في الكرة الثابتة، يطول بلال بن ساحة، يلعب الكرة صافرة اليوم، تعيد الكرة لدفاع النادي الإفريقي مع إصابة المدافع الهداف في مباراة اليوم فخر الدين الجزيري،
بعد هذه الكرة. ننتظر كيف سيتعامل الافريقي مع النقص العددي في فترة ثانية بعد أن خرج بأخف الأضرار في فترة أولى. هل سيحافظ على التعويل على وسام بن يحيى كظهير أيمن وحمزة العقربي كظهير أيمن نفس تركيبة وسط الميدان، خليل القصاب وغازي العيادي بمساندة من منوب الحداد وياسين الشماخي وقلب الهجوم باسيرو كومباوري. الترجي بالأربعة ثلاثة ثلاثة نفس الأسماء ونفس المعطيات لمعين الشعباني في ثالث دربي والأول في المقابل للأسعد الدريدي. وبالمناسبة اليوم هو الدربي الخامس بين الفريقين لحساب البطولة في شهر يناير، شهر جانفي الشهر الأول من السنة الإدارية. كرة للحارس عاطف التخيلي في تنفيذ الكرة والمخالفة. النادي الإفريقي 100 عام نفس الكولور نفس الشعار. الترجي 101 الزعيم شيخ الأندية التونسية. الحوار الكبير يتواصل هنا في درة المتوسط بكرة لباسيرو كومباوري. تعود لخازن عيادي عيادي لحارس مرماه عاطف الدخيلي. كرة طويلة مباشرة إلى منوب الحداد صاحب هدف الانتصار في آخر دربي 2-1 في إياب الموسم الماضي. الإفريقي كضيف على الترجي في قمة العاصمة لحساب البطولة. لم ينتصر منذ غرة والفاتح من ماي 2008. الفوز كان انذاك 1-0 من سجل الهدف. مدرب الترجي الحالي معين الشعباني ضد مرماه. اتحدث عن افريقي كضيف في مباراة درب العاصمة امام الترجي. هذه الإعادة بالصورة البطيئة للمخالفة الأخيرة لخليل القصاب. وهذه كرة ترجية تعود من محمد علي اليعقوبي عودة في وسط الميدان. حمدو الهوني يستعرض في بعض المهارات والفنيات. الهوني ساحر لا يملك مصباح إنما يمتلك لقدم ذهبية سحرية. حمدو الهوني لعب بلاي ستيشن في الترجي معشوق الجماهير الترجية. هونينهو ترجع الكرة الطويلة ملعوبة مقطوعة من دفاع النادي الافريقي من الكينج الجولدن باي ويسام بن يحيى. 23 دربي 36 عام هذه كرة للترجي. اجمع والافريقي من خلال دفاعه بكرة مرة اخرى ويسام بن يحيى يبعد الخطورة. بن يحيى وسام في الدربي 23 له مع السياس سجل هدف واحد سابقا. ترجع الكرة من خلال ركنية أخرى للترجي. الضغط في البداية بكرة رأسية خطيرة كرة الترجي ورأسية الهداف القناص طه ياسين الخنيسي. الدربي التاسع يأتي بالهدف الرابع في البطولة لطه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 29. دربي الأهداف 1-1 في 45 دقيقة أولى. وفي كتاب الدربيات لما نقلب الصفحات صفحة نجد ونعثر على عدد 130 صفحة لدرب العاصمة التونسية وأغلب الصفحات بلون الدم والذهب. 52 للمكشخة 31 للعقلية و47 قاطع ومقطوع. نحن اليوم بصدد قراءة الصفحة 131. قراءة فنية قراءة تكتيكية للأخصائيين، قراءة بالعاطفة بالقلب لجمهور الفريقين، قراءة بالعقل بالنسبة للمحايدين. المهم أنه إلى حدود الدقيقة 51 هي قمة متعادلة، هي قمة 50-50 بين النادي الإفريقي والترجي. كرة تعود لعبد الرؤوف بن غيث في وسط الميدان إلى محمد علي بن رمضان كرة لمسة إلى بلال بن ساحة. تعود مرة أخرى بن غيث كرة للترجي في هجمة في ومضة في محاولة في كرة في توزيعة كانت بعيدة اللمسة على إيهاب المباركي. بن غيث في الكرة الأخيرة وبن غيث واحد من الرباعي
الجزائر اللي يلعب اليوم في التشكيلة الأساسية مع الترجي، مع عبد القادر بدران والياس شتي وبلال بن ساحة، وبمشاركة هذا الرباعي الجزائري في الدربي يرتفع عدد اللاعبين الجزائريين اليوم إلى 15 جزائري لعبوا دربي العاصمة التونسية. ترجع الكرة لعاطف الدخيلي، ارتباك في دفاع السيا، أين فخر الدين الجزيري؟ وعاطف الدخيلي كرة الرمية الجانبية تعود فوسيني كوليبالي، كرة على عارضة، تسديدة كانت صاروخية، ترجع مرة أخرى في شوط أول بالنسبة للإيفواري. الموسم الماضي 2018-2019 المكشخة بطل المرة 29 والثالثة على التوالي زعيما للكرة التونسية من 1919 يتصدر المشهد إلى 2019. الإفريقي مرتبة خامسة 37 نقطة، 11 فوز 4 تعادل و11 خسارة، كأسوأ نتيجة للفريق في بطولة الدوري من 26 جولة. عاطف الدخيلي كرة تعود طويلة في وسط الميدان، حوار بين الشماخي يعقوبي، تعود من غازن عيادي كوليبالي، حوار كبير في الوسط إلى دليل يعقوبي، كرة لدفاع الترجي في بطولة الدوري التونسي بعد الاستقلال منذ موسم 56-57 النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي فقط لديهما الركار الرقم القياسي في التواجد ولعب كل المواسم 65-65، ثم يأتي الترجي والملعب التونسي 64 موسم، ليتوال والسي بي قرش الشمال النادي رياض البنزرتي 63. المكشخة عندها أكبر عدد من الانتصارات 919، تبحث اليوم الليلة على الفوز 920، الثاني ليتوال 824، الثالث السيا 801 فوز يبحث عن الانتصار 802، الرابع السي اس اس 674، الخامس البقلاوة 594، والسادس النادي البنزرتي 533 انتصار. كرة ترجية هجمة جديدة بكرة ملعوبة في وسط الميدان، لمسة بن غيث، الكنترول من بلال بن ساحة، استماتة عزيمة إصرار شراسة في دفاع النادي الإفريقي، إبعاد للكرة، انطلق ياسين الشماخي، انطلاق يصلحها عبد القادر بدران على نفس الوتيرة على نفس الإيقاع على نفس الميزان، ينطلق هذا الشوط الثاني من قمة العاصمة التونسية. ماتش الدربي في تونس هو ماتش الأهداف، مباراة الأهداف حاضرة بامتياز في 24 مباراة أخيرة بما فيهم مباراة اليوم، بما فيهم هذه المباراة 22-23 في البطولة وواحدة في الكأس، شيء مميز جدا لكرة القدم التونسية. وعلى فكرة آخر تعادل أصفار يعود إلى 9 سنوات إلى الوراء، نعم 9 أعوام للخلف، بالتحديد تاريخ عيد العمال عيد الشغل سنة 2010 الفاتح من شهر 5. كرة للنادي الإفريقي ملعوبة خطيرة، شماخي مر يعدي، لكن هناك ستوب لمحمد علي اليعقوبي، ستوب لليعقوبي أمام الشماخي، يعقوبي ستوب، يعقوبي في التوب في المباريات الأخيرة في دفاع المكشخة أمام واحد من بين أبرز اللاعبين للنادي الإفريقي الثعبان خريج مدرسة سليمان. الشماخي أكثر لاعب مؤثر في النادي الإفريقي 2019، 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين، ركنية ملعوبة للنادي الإفريقي خطيرة تمر على دفاع الترجي، الكرات الثابتة سلاح النادي الإفريقي في هذا الدربي العاصمي. معز بن شريفية، معز أو بلعز كما يحلو لجمهور الترجي تسميته، يعيش أيام وأشهر وسنوات العز مع الترجي. الدربي رقم 18 الموسم الماضي على فكرة ذهابا وإيابا بن شريفية غاب على الدربي وترك مكانه لرامي الجريدي. كرة من الياس شتي تعود عبد رؤوف، ملعوبة طويلة للترجي في اتجاه حمد الهوني،
هوني حمدو حمدو الهوني يعطي كرة شتي توزيعة خطيرة والرأسية للحارس عاطف تخيلي رأسية الظهير المتألق إيهاب المباركي ابن مدينة الجلاء ابن عاصمة الشمال النادي الرياضي البنزرتي عودة للتألق عودة للبروز عودة لاشتغال خطة الظهير الأيمن للترجي بعد إصابة سامح الدربالي أبل البلاء الحسن ابن مباركي هذه كرة لمعز بن شريفية ترجع طويلة مباراة النادي الافريقي رغم النقص العددي الى حد الان لم يظهر هذا في الشوط الثاني لسعد الدريد الذي يبحث عن اول لقب كمدرب قد يكون مع السيا بعد هذا الشطر الاول من الموسم الناجح بامتياز في ظل عقوبة المنع من الانتدابات التعامل مع الرصيد والزاد البشري بالاضافة للمشاكل والعراقيل المادية الكبيرة النادي الافريقي انتدب وعودة صابر خليفة معتزل زمزمي كذلك انتداب غازي عبد الرزاق الغائب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة ولد خليفة والزمزمي على بنك الاحتياطيين الترجي محمد أمين توكاي مدافع نصر حسين داي محمد علي بن حمودة ستة أهداف هذا الموسم مع مستقبل سليمان المهاجم السعد الجديد انتداب جديد للترجي مع لاعب الرواق الجزائري عبد الرحمن مزيان القادم من العين الإماراتي بعد تجربة مع اتحاد العاصمة في كرة للترجي هجمة مع أكسا بلال بن ساحة انطلاقة بلال مع حمزة حمزة العقر ببلال البي بي اس بكرة ترجية مقطوعة من فخر الدين الجزيري جاز يقطع كرة للترجي تعود لياسين الشماخي شماخي يعقوبي يعقوبي يلعب مع الترجي يلعب مع الافريقي يلعب الدربي مع الاثنين كوليبالي فنيات حاضرة في دربي العاصمة دون ضغوطات دون مراكبات حمد الهوني انطلاقة خطيرة كرة ملعوبة أوه للترجي ترجع بلال بن ساحة يضغط من جديد المكشخة شيخ الأندية بكرة رأسية من طه ياسين الخنيسي إبعاد من مقاسية حمزة العقربي اشتعال للمباراة عودة للإيقاع عودة للسيطرة عودة للكرات عودة للفرص السانحة للتهديف بكرة ترجية ملعوبة مرة أخرى على مقربة من مناطق الجزاء كرة طويلة لفريقي في الدفاع والترجي في الهجوم الترجي كله في الاتاك والافريقي كله في الديفانس في الدفاع ترجع مرة اخرى كرة ملعوبة في ساعة لعب 60 دقيقة من الاثارة والحماس من ليلة من اجمل ليالي الدربي التونسي مخالفة في تقدير اليمنية الحكم الدولي الكامروني اللي كان قاد 3 مباريات للمنتخب التونسي في نهائيات كاس امم افريقيا ربع نهائي 2012 الخسارة أمام غانا 2-1 دور المجموعات كان 2017 الخسارة مع السنغال 2-0 وربع نهائي كان 2019 الانتصار على مدغشقر المنتخب الملغاشي 3-0 بعد هذه المخالفة نعطيكم أرقام اليوم مع النادي الإفريقي والترجي كرة من محمد علي بن رمضان بن رمضان مع عبد الرؤوف بن غيث وبلال بن ساحة في تنفيذ هذه الكرة الثابتة عاطف التخيلي في المرمى مخالفة للترجي غير بعيدة على مرمى عاطف التخيلي إشارة من اليوم وكرة نقرب للتنفيذ للتسديد محمد علي بن رمضان بن رمضان يستعد يلعب كرة تضرب في الجدار تعود مرة أخرى ترجية يبقى الامتلاك يبقى الاستحواذ يبقى الضغط كرة على اليسار من الطرف حمد الهوني هوني يلعب بالكعب مع الشتي التوزيعة والتدخل من اسكندر العقربي كرة على الطاير بعيدة بعيدة الكرة الأخيرة والفرصة المتجددة للترجي مش بالسهل في وقت وجيز للترجي تعويض خروج البدري كام شعلالي بكير بن محمد بلايلي تقريبا نصف الفريق الأساسي جاب دران شتي كوامي بن غيث بن ساحة بن شوق وطرا إضافة حاصلة وانتدابات موجهة وقيمة ثابتة لهذا لم يتأثر الترجي
بالمغادرين إبراهيم وترا سيأخذ مكان الخنيسي العقرب في تغيير المدرب معين الشعباني بوسط ميدان سحري بقيادة فوسيني كوليبالي. كرة طويلة تعود مرة أخرى على فكرة هناك رقم للترجي أنه لا يفرط في الانتصار كلما بادر بالتهديف 7-7 في بطولة هذا الموسم. النادي الإفريقي في لقاء وحيد تأخر في النتيجة وكانت الخسارة 1-0. هذه معطيات أن الترجي لما يبادر يربح والإفريقي لما يستقبل يخسر. الاثنين وستين متعادلين 1-1. ننتظر هذه القاعدة هل ستتواصل في المباراة رقم 88 للبطولة هذا الموسم أم لا. البطولة التونسية التي تسيطر عليها أندية العاصمة في عدد الألقاب 46 بطولة، 29 للترجي، 13 للسيا، 7 الراسينج كلاب، 4 للملعب التونسي، والبقية فرق لم تعد لها وجود في بطولة تونس. ترجع الكرة مرة أخرى كما اليوستي، كما ستاد كولوا، كما سبورتينغ دو تونس، كما لافانغارد، وكما نادي إيطاليا بتونس. هذا معتز الزمزمي ابن النادي الإفريقي العائد من تجربة على سبيل الإعارة مع ستراسبور الفرنسي لمدة 6 أشهر في تغيير الأسعد الدريدي. الزمزمي وهناك إبراهيم وترا بالنسبة للترش. 27-9 يخير باش يلعب باثنين راس حرب بإخراج محمد علي بن رمضان وسط ميدان. يتغير الرسم للترجي للأربعة 4-2. ترجع الكرة مرة أخرى خميسي وترا في بعض المباريات فقط هذا الموسم شارك هذا الثنائي معا في قيادة هجوم الترجي. كرة تعود ترجية مرة أخرى في وسط الميدان. كرة طويلة مقطوعة روح كبيرة يلعب بها النادي الإفريقي في هذا الشوط الثاني لتفادي النقص العددي. كم من فريق في العالم بنقص عددي تمكن من تحقيق نقاط المباراة أو بإكمال الحوار إلى بر السلام. ترجي يحاول استغلال هذا النقص العددي، يضغط كل لاعب من النادي الإفريقي يحاول يقدم 150%. ترجي يحتاج ضد 10. الضغط المتواصل، نفس العنوان، نفس المنهج. كرة من باسيرو، كومباوري في الوسط يعطي كرة طويلة كانت بعيدة على معتز الزمزمي. الزمزم يلعب على اليمين أصبح كوسط ميدان. لماذا؟ في اختيارات المدرب الأسعد الدريدي لإغلاق المساحات لمساندة ويسام بن يحيى على حمد الهوني. ترجع الكرة انزلاقية ما فيها شيء، خليل القصاب، تعود للترجي. كرة فوسيني، حمدو بن يحيى يدخل، مازالت برغيت صوب قوية بعيدة الكرة، بعيدة تصويبة عبد الرؤوف بن غيد. لكن هل كان هناك لمس من مدافع النادي الإفريقي في الكرة الأخيرة؟ بن يحيى في تايمينج جيد أمام حمد الهوني ويضرب يسدد يشوت عبد الرؤوف بن غيد. هذه كرة من ركنية الهوني، توزيعة خطيرة ثالثة ضاعت على الترجي وعلى محمد علي اليعقوبي. كرة الهدف الثاني، كرة مليمترية، توزيعة الهوني على المقاس، راس اليعقوبي يحط الكرة على مقربة من القائم الأيسر للحارس عاطف التخيلي. يرجع الترجي للهجوم وفرصة أخرى وكرة أخرى تضيع على الترجي، هذه المرة من المدافع السابق لابن المدرسة العريقة في تونس شبيبة القيروان. من نار هذا الحوار، من نار، قمة نارية في ملعب أولمبيرادس. طويلة الكرة للترجي، تعود مرة أخرى في الوسط للدفاع، الحوار، الرغبة كبيرة في البدايات. وهذا صابر خليفة، صابر الذي يعود لأجواء بطولة الدوري التونسي بعد تجربة
في الدوري الكويتي مع نادي الكويت، وكذلك في الإمارات مع نادي الإمارات. آخر ديربي 2018 لعب فيه ولد خليفة الفريق ربح بهدفين مقابل واحد، وتم إقصاء صابر خليفة في الدقيقة 90. صابر خليفة يعود بعد آخر مباراة لعبها مع النادي الإفريقي كانت نهائي الكأس 2018 أمام ليتوال، 4 أهداف مقابل واحد، وصابر خليفة سجل ثنائية. ترجع الكرة مرة أخرى إلى إلياس شتي، شتي مع معتز الزمزمي، والكرة خطيرة، تصويبة فوسي نيكولي بالي. الترجي يعول على التسديد من بعيد، الترجي يحاول من خلال التسديدات للقادمون من الخلف بنغيث كوليبالي. الشتي يتسرب، التمهيد بكرة كانت خاطئة من دفاع النادي الافريقي دون متابعة دون رقابة، كوليبالي سدد خارج المرمى. بطاقة صفراء أخرى في المباراة هذه المرة لياسين الشماخي، هدف الفريق الموسم الماضي 9 أهداف، 5 الموسم الحالي، 3 أهداف في موسم أول مع فريق الشعب 2017-2018. أيقونة باب جديد، هدف الدربيات الجديد، هدفان في مباراتين دربي الموسم الماضي، ماركة مسجل بياري نسخة 2020، الهدف التاريخي لنادي البياري للبطولة التونسية، 117 هدف. ترجع الكرة للنادي الافريقي، كرة ملعوبة طويلة ابعاد للخطورة. الافريقي ممكن مع اداء الخمسة ثمانية دقائق الاولى في الفترة الثانية اللي لعب فيها عالي يتراجع في هذه الدقائق، يترك المجال طولا وعرضا ليتسيد الترجي الفترة الثانية. كرة من عبد الرؤوف بن غيث، بن غيث لمسة بين الخطوط إلى بلال بن ساحة، انطلاقة ترجية بكرة ملعوبة خطيرة، والفاول، الفاول على اليوم قريب من كل العمليات. الإفريقي سعيد الحظ مع اليوم 3 مباريات 3 فوز، كادونا النيجيري، الزمالك المصري، الإسماعيلي المصري، المكشخة مع اليوم 5 مباريات فوز 1 أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا 2012 هنا في رادس، 1-0، 2 تعادل مع الوداد 0-0 ذهابا ايابا، و2 خسارة مع الاهلي المصري 3-0 2-1. بن ساحة البي بي اس مع خليل القصاب مخالفة لبلال، بلال 5 تمريرات حاسمة في انتظاره، والهدف مع الترجي بفانيلة الاحمر والاصفر في اول موسم مع المكشخة بعد خروج محمد علي بن رمضان. بن ساحة بن غيث الأقرب لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، بن ساحة بحوار هذه المرة بكرة مع عاطف التخيلي كل لاعب النادي الإفريقي، وكرة التخيلي الأخطبوط يتصدى، التخيلي عودة من الباب الكبير هذا الموسم لعاطف التخيلي في حماية عرين وشباك النادي الإفريقي. كرة طويلة مخالفة لصابر خليفة، لاعب من بين 16 لاعب خاضوا دربي تونس مع الفريقين، صابر سجل فقط بقميص الافريقي في مرمى الترج، 3 دربيات مع باب سويقة، واليوم الدربي رقم 11 مع النادي الافريقي. كرة من فخر الدين الجزيري يرفع الكرة الطويلة، تعود للترجي، فوسيني كوليبالي، كولي حوار كبير في الوسط تحت أنظار اليوم، والكرة تعود للترج. الدربي 32 من مجموع 131 بصافرة أجنبية والأول بجنسية كامرونية، عودة للتحكيم الأجنبي في دربيات العاصمة التونسية بعد القيادة المحلية لرشدي قزقز إياب الموسم الماضي. آخر حكم أجنبي أدار دربي تونس هو المصري محمد عادل ذهاب الموسم المنقضي في المنستير دون حضور جمهور، 2-1 للترجي. والمغربي محمد الكزاز هو الوحيد الذي لنا شرف إدارة الدربي التونسي في مناسبتين. كرة لإياب المباركي، حامد الهوني الرسام، ترجع كوليبالي،
حامدو كولي كرة للترجي الخنيسي حامدينهو بلال بن ساحة يرفع الكرة للترجي دفاع النادي الافريقي حاضر غازي العيادي والكرة الطويلة ابعاد للخطورة عبء المباراة يتحمل دفاع النادي الافريقي في هذا الجزء الثاني 71 دقيقة لعب 19 دقيقة في زمن المباراة للنهاية للخاتمة لآخر المشوار ترجع الكرة مرة أخرى الترجية بكرة عكسية يا ابن مباركي انطلاقة والركنية الركنية للترجي حمزة العقربي يتدخل في الأخير لإنقاذ دفاع النادي الإفريقي من كرة وهجمة كانت خطيرة بالنسبة للترجي ركنية من جديد للأحمر والأصفر للدم والذهب بلال بن ساحة مباراة تكتيكية أساسا في هذه الفترة الثانية بين معين الشعباني والأسعد الدريدي إلى حد الآن متعادلة في النتيجة لكن في السيطرة الأسبقية النسبة الأكبر للترجي في الاستحواذ كرة بلال بن ساحة روعة ممتاز جدا عبد القادر بدران كرة على غاية كبيرة من الروعة لو سجل هذا الهدف سيكون من وحي الخيال أعجوبة رائع مذهل ازدواجية ومقاسية عبد القادر بدران يا سلام على مهارة عاطف الدخيلي امتياز كبير كان لبدران والأميز كان عاطف الدخيلي في التصدي يا سلام يا سلام يا سلام هكذا هي الصور في درب العاصمة هذه الكرات لن تشاهدها مشاهدينا الكرام إلا في بطولة الدوري التونسي عاطف الدخيلي يتعلق مرة أخرى يبصم على موسم استثنائي بالنسبة لحارس النادي الإفريقي ابن الجياس جندوبة الرياضية وكرة عبد القادر بدران كانت كرة مميزة جدا حركة فنية رائعة بالنسبة للجزائري الترجي الزعيم مشاهدينا الكرام بعد الثورة قبل الثورة بعد العيد وقبل العيد وفي رمضان وفي الإفطار سيطرة بالطول والعرض على بطولة الدوري التونسي والأرقام خير دليل على هذا خاصة في العشر مواسم الأخيرة مقارنة بسيطة في آخر 10 صفحات من كتاب المحترفة الأولى 7 بطولات للترجي بطولة للسي اس اس 2013 بطولة للإفريقيا 2015 وبطولة ولقب للإتوال 2016 3 ألقاب الأخرى يعني بعد 7 متاع الترجي موزعة بالتساوي بطولة 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 والسبعة البقية للترجي في آخر 10 سنوات في آخر 10 مواسم من بطولة الدوري التونسي ركنية في آخر ربع ساعة في المباراة في الدربي رقم 131 انتظار ترقب جمهور الإفريقي في البيوت في المقاهي يساند يشجع جمهور الترجي جزء منه في أولمبي رادس البقية على شاشة التلفاز يتابعون باهتمام كبير هذه المباراة المثيرة جدا هذا الدربي الغير قابل للتكهن عزيزي المشاهد ترجع مرة أخرى كرة ترجية بأقدام جزائرية بدران ملعوبة بلال بن ساحة انطلاقة لحمد الهوني يغير مركزه حمد لليمين بلال كرة للترجي مرفوعة خطيرة ماذا هناك يا اليوم ماذا هناك يا كامروني خطيرة كانت هجمة الترجي كرة تجاوزت الخط النهائي للميدان ماذا الصورة 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 بلال بن ساحة نعم 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 قبل لمسة اليد الصورة كانت خارج الميدان وبطاقة صفراء لعاطف الدخيلي اليمنية يشهر بطاقة جديدة بعد حالة الطرد والكارت الأصفر الثاني لآدم التاوس منذ الدقيقة 27 هذه الكرة
هذه الإعادة ممكن من الزاوية، هذه صعيبة من الزاوية اللي شفناها من قبل كانت أوضح. ترجع مرة أخرى كرة للنادي الإفريقي من حمزة العقربي، ملعوبة طويلة بعيدة كانت على ياسين الشماخي، تعود مرة أخرى هي عبد القادر بدران، انطلاقة من دفاع الترجي بهجمة طويلة، كرة من عبد القادر لحمد الرومي، كنترول لكن هناك رفارايا، لكن هاي كنترول قبل التسلل من المساعد الأولي الفيس، هاي ترويض للكرة. رسام حمدونو للترش، الهوني هو وقود الترش، حمدو هو بنزين المكشخة في الآونة الأخيرة، يتحرك حمدو تتحرك الترش. ترجع الكرة مرة أخرى، ركلة مرمى بالنسبة للمكشخين في لحظات في دقائق، هي صعبة نعم على دفاع النادي الإفريقي، لكن ننتظر. الدربي عنده مفاجآت والدربي عنده أحكامه، الدربي غير قابل للتكهن مسبقا. ترجع مرة أخرى وترى تعود كرة ترجية لمباركي، عبد الرؤوف بن غيث يرفع بن غيث، تعود الكرة فوسيني كوليبالي وسط ميدان الترجي، قدم يلعب في 30 متر الأخيرة في دفاع الإفريقي، ملعوبة ممتازة. أوه حمزة العقربي، ماذا هناك؟ هل هي ركلة جزاء؟ هل هي ركلة جزاء للترجي في 78؟؟ ماذا تفعل يا معين؟ المدرب يلزم يكون أكثر رسانة مع تعامل مثل هذه العمليات. ركلة جزاء، اليد مرفوعة من حمزة العقربي، ما فيهاش. هذه الصورة تنطق وحدها، هذه الصورة تعلق وحدها، اليد مرفوعة خارجة على الجسم، واضح القانون. هذه الكرة لمست يد مباشرة، ركلة جزاء، ما فيهاش كلام للترش. حكم المباراة اليوم ما شاهدهاش المساعد الأول، ممكن تغافل عليها، ما شاهدهاش. والكرة تعود من ركنية للترجي في دقائق أخيرة من هذا الدربي. أي دقائق يا بابا على جمهور الترجي وعلى جمهور الإفريقي، أي أعصاب في هذه اللحظات في تونس. أي واحد يتفرج في المباراة يعني لحمه يقشعر، إذا كان يحب الترجي ولا يحب الإفريقي ولا أي فريق آخر في تونس، في لحظات مشوقة جدا في دربي على غير العادة. ترجع الكرة، يتدخل عاطف الدخيلي، ما زالت للنادي الإفريقي محاولة لعكس الهجمة بكرة ملعوبة، مع عودة الشماريخ واحتفالات جماهير الترجي في مدرجات أولمبي رادس، انطلاقة للترجي، مقطوعة كرة تعود مرة أخرى، اندفاع ومخالفة، هستيريا كبيرة في أولمبي رادس، أجواء مميزة جدا بعد تسونامي من الهجمات للترجي. 10 دقائق للنهاية، 10 دقائق أخيرة يا سادة. فوسيني كوليبالي، هذه الكرة الأخيرة، الخطأ كان واضح والمخالفة للترجي. الترجي في المركز الأول في البيك فار، الترجي 19 مرة بطل، 16 وصيف، 11 مرة في المرتبة الثالثة ومرتين جاء الرابع. النادي الإفريقي 13 بطل، 22 وصيف، 13 في المرتبة الثالثة، 7 في المركز الرابع. هذه الأرقام للفريقين في البطولة التونسية سابقا. هذه الكرة من إيهاب المباركي، وهذه لمسة اليد اللي ما فيها حتى شك، ما فيها حتى كلام، صورة واضحة، يعني أخجل من نفسي لو أقول أن هذه ليست بضربة جزاء ولم تلمس الكرة في يد حمزة العقربي. ترجع الكرة مرة أخرى
في وسط الميدان، كرة للترجي، انطلاقة من هناك من الطرف الأيسر، ترجع الكرة لحمد الهوني، حمدو يرفع كرة طويلة ملعوبة وعاطف الدخيلي، الجدار العازل لكل عرضية الترجي، عاطف الدخيلي رجل المباراة اليوم بالنسبة للسيا، بالنسبة للترجي لا أخير لاعب على لاعب، الكل قدم أداء محترم عطى كبير. ترجع مرة أخرى كرة وترى للترجي، انطلاقة مع عودة دفاعية للنادي الإفريقي، من هناك يذهب حمد الهوني، حمدو لياس شتي، التوزيع العرضية، الكرة الرأسية خطيرة، جول خطيرة، جول خطيرة، جول فاسيني كوليبالي، مساء أحمر وأصفر يحلق في سماء تونس، مساء أحمر وأصفر يحلق في سماء تونس، وراء كل هدف قصة، وقصة هدف ثاني للترجي من الماركة المسجلة من فوسيني كوليبالي، من تأليف إلياس شتي وحمد الهوني، ومن الهداف فوسيني كوليبالي، شخصية البطل في قصة الهدف، في كورة بلمسة بخطأ، هو لمس، هو ضرب، هو سجل، هو أعطى الثاني للترجي في آخر المباراة. يا لها من قمة، يا لها من مباراة، يا له من دربي في لحظات، في ثواني الترجي يفك شفرة دفاع النادي الإفريقي عن طريق الإيفاري كوليبالي. كوليبالي 2-1 للترجي، فوسيني كوليبالي الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، يشعل به مدرجات ملعب أولمبي رادس في لحظات أخيرة من هذه المباراة. مل كوليبالي عليك يا الترجي، مل فوسيني عليك يا مكشخة، فوسيني اسمع 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 الاجواء في رادس، نار يا حبيبي نار، يا عيني يا عيني يا عيني، جماهير تتفاعل تدعم بفريقها، في اعتقادي الشخصي جمهور الترجي هو السجل الثاني. نعم في دربيات هناك جزئيات، غياب جمهور الافريقي عن دربي اليوم ممكن ضعف قليلا من نسبة حظوظ الافريقي في العودة في المباراة، ممكن حتى في الانتصار، الإفريقي تأثر كثير، تأثر كثيرا بالنقص العددي بالبطاقة الحمراء من الدقيقة 27 لآدم الطاوس، هذا لا جدال ولا شك فيه، لأنه ممكن لو بقات 11 ضد 11 كانت تكون مباراة أخرى، لكن تلك هي كرة القدم، تلك هي أحكام هذه الساحرة المجنونة التي سلبت كل العقول كرة القدم. ترجي استغل الفرصة، الترجي ضغط، الترجي لحد الآن لم يسرق هذا التقدم. نسعد الدريدي جهز في بلال الخفيفي ومعين الشعباني في كوامي بونسو، الوحش الغاني يستعد للدخول. إذن 26 غازي العيادي وسبعة بلال الخفيفي في تشكيلة السيا، لمسة لإلياس شتي، التوزيعة لارتباك في دفاع النادي الإفريقي بين الجزيري وكوليبالي، وتسجيل هدف ثاني بالنسبة للترجي. الهوني للمكشخة، لا يوم عنت هوني يا زينة الأندية، ألم تعلم أن بين نبضات قلب مكشخ تأتي نبضة تردد اسم الترجي، لهذا جمهور المكشخة يغني ويردد في هذه اللحظات، أنت دقة قلبي ما نقدرش نخبي حبك يا الترجي. اليوم نيا يشهر البطاقة الصفراء لحمزة العقربي في دقائق أخيرة من هذا الدربي رقم 131، 131 في الصفحات في الماضي في الكتب الكروية، خروج طه ياسين الخنيسي ودخول الوحش الغاني كوامي بونسو العائد من إصابة،
يعبي وسط الميدان. معين الشعباني في لحظات. الشعباني أول فني عربي والثاني في إفريقيا نال شرف الصعود على البوديوم القاري سنتين متتاليتين مع نفس الفريق المكشخة 2018 ضد الأهلي 2019 ضد الوداد لقب السوبر 2019 لقب البطولة 2019 السابع الشخصي والأول كمدرب. الشعباني كلاعب حقق الفوز بأول دربي سنة 2011 يوم 25 نوفمبر كمدرب هذا الثالث دربي فوز وخسارة. فاز بأول دربي 6 يناير 2019 في المنستير 2-1 انهزم في الثاني 9-6 2019 في رادس 2-1 63 مباراة مع الترجي 64 فوز 11 تعادل 8 هزايم. ترجي معين يأتي على الغث والثمين والسمين. ترجي معين وزن ذهب غالي وثمين. كرة للنادي الافريقي الهجمة البحث عن هدف التعادل في لحظات في دقائق اخيرة. الافريقي يلعب الهجوم كرة من حمزة العقربي يوزع يربح الركنية يستفيد من الركنية على النادي الافريقي بكرة حمزة العقربي على اخيرة 3 دقائق 2-1 على فكرة 17 مرة سابقة فاز بها الترجي في الدربي و17 مناسبة ماضية تفوق فيها النادي الافريقي. النتيجة الحاصلة الآن أعلى الشاشة على اليسار كرة من ركنية ملعوبة ومعز بن شريفية أعلى من الجميع يأخذ هذه الكرة تعود للترجي. دربي ممتع دربي رائع دربي مميز دربي في مستوى أمال وطموحات وعشاق أنصار الفريقين. العبد اللي لبوه كان يلعب في النادي الافريقي يوسف باش يدخل في لحظات حمدو الهون هون حمدو يمهد كرة لكوامي كوامي مازالت الكرة لمباركي توزيعة لعاطف الدخيلي. الدخيلي الافريقي مازال ما ماتش في هذا الدرب. الافريقي في دقيقتين كما عاد ممكن في الشوط الاول قد يعود في فترة ثانية. الدربي يبقى درب الدربي يبقى دربي. الافريقي يلعب كل اوراق الهجوميه. الاسعد الدريدي الترج يبحث عن هدف ثالث خلاص يقتل بها المباراه ينهي بها الحوار لتنطلق الافراح في ساحه باب سويقه. الدربي زاهي بالقمر ونجومه الدربي زاهي بالقمر ونجومه في هذه الليله ونجوم هذا الدربي الان للدقيقة 89 من الترجي هم نجوم المباراة. ترجع الكرة خطيرة لوب البوكسينج يتدخل ما زالت المحاولة خفيفي يدخل كولي كوليبالي في مباراة العمر انطلاقة سريعة على الترجي في هجمة جديدة بكرة ملعوبة لحمدو الهوني حمدو يلعب كرة يخلط عليها الياس ست يوزع لعاطف الدخيلي الدخيلي أين السقة يا إيقاع الإيقاع اللي تحدثت عليه السيولة المنسوب متاع الهجوم في كرة الترجي منسوبها عالي 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 في مباراة اليوم ككل المباريات نفس السيناريو نفس الإيقاع نفس المعطيات مهما كان اسم المنافس. الترجي اللي ما عاد يرحم حد في إفريقيا في تونس هو المسيطر هو المتزعم هو القائد الأعلى لبطولة الدوري التونسي هذا الموسم بانتصار ممكن ينفرد به بصدارة الجدول في انتظار النهاية الإفريقي من خلال هذه الكرة يبحث عن تعادل بكرة طويلة لصابر خليفة بن شريفية من الدفاع يعطي للياس شتي انطلاقة اليوم كم أضاف الكامروني. ترجع كرة ترجية ملعوبة تمريرات قصيرة 4 دقائق وقت بديل 4 دقائق أخيرة من عمر وزمن هذا الدربي. ترجع للترجي تعود مرة أخرى حمراء وصفراء كرة من حمدو ملا متريس ملا تكنيك عند حمدو الهوني بكرة ملعوبة خطيرة مرة أخرى وترى حمدو الهوني مثلث الرعب في هجوم الترجي. حمدو بن ساحة إخنيسي أو وترى هذا هو المثلث يعني دفاع الفرق المنافسة للترجي تعاني من هذا المثلث مهما كان الاسم بعنوان كيف شبحت خيالك لوسع على بالك لهجوم الترجي أمام الفرق المنافسة هذا الموسم نسخة 2020 و20 على 20 مع معين الشعبان 20 على 20 مع معين
للترجي. الركنية تعود مرة أخرى ترجية ملعوبة، كرة من كوامي وترى حمد الهوني يسدد قوية دخيلي وترى عاطف دخيلي رغم قبوله أول هدف في الأشواط الثانية هذا الموسم، إلا أنه اليوم هو رجل المباراة في النادي الإفريقي. علامة كاملة لعاطف دخيلي 30 عام من الحراس اللي نعولوا عليهم كثير في القائمة الدولية للمدرب منذر الكباير، وعادل السليمي مع فاروق بن مصطفى معز بن شريفية وايمن دحمان. ترجع الكرة مرة أخرى طويلة ملعوبة، شماخي اليوم آوت، شماخي الإفريقي خارج الموضوع، الإفريقي تأثر كما ذكرت نعم بالنقص والحالة الطرد منذ الدقيقة 27 في الشوط أول. امبارك يقوم واستناف اللعب في دقيقتين أخيرتين، هذه تسديدة حمدو وكرة من وترى، دفاع النادي الإفريقي حاضر، تبقى معتز الزمزمي، اسكندر العبيدي يرفع الكرة طويلة ملعوبة، محاولة أخرى لمعز بن شريفية، يلعب طويلة والتدخل لحمزة العقربي مع وترى ياخذها ليفواري، يحاول التوزيع وكرة لإسكندر العبيدي، العبيدي تبقى مرة أخرى للترجي آخر دقيقة في المباراة في الوقت البديل. الترجي يقترب من تحقيق الانتصار، الإفريقي يبحث لكن غير قادر، الإفريقي غير قادر، إنه الإفريقي ممكن في لحظات ضيع الموازين ضيع الثوابت. ترجع مرة أخرى كرة ترجية من جديد، عبد الرؤوف بن غيث إلى كوامي، عبد الرؤوف كرة لمعز بن شريفية، الدريدي يطلب من لاعبي التقدم، الضغط العالي بن شريفية، الكرة الطويلة، العنوان كان من سيكون له شرف تحقيق الانتصار العاشر هذا الموسم. الترجي إلى حدود الدقيقة 94 هو اللي حقق الفوز العاشر في البطولة والخسارة الثانية للنادي الإفريقي والثانية هنا في رادس بعد خسارة الاتحاد الرياضي المنستيري. نعم صافرة النهاية لليوم 2-1 للمرة 18 يفوز بها الترجي في دربي العاصمة في مباراة كانت كبيرة. برافو للسيا، برافو للمكشخة، سماء أحمر وأصفر في العاصمة التونسية هذه الليلة. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذا الوصف التعليق، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. زميلي العزيز هيكل الشعري كل المعطيات الفنية والتحاليل مع خالد المولي أبو بكر الزيتوني، لك الكلمة زميلي العزيز. شكرا زميل العزيز هيكل الصغير. إذا نهاية المباراة بتفوق الترجي الرياضي التونسي على حساب النادي الإفريقي 2-2. الترجي الرياضي التونسي سيطر صراحة خاصة بعد الإقصاء كان في الدقيقة 29 وتمكن من تحقيق انتصار منطقي على حساب النادي الإفريقي بالنظر لمجريات المباراة. نشاهد الأهداف هذه المباراة. بداية التسجيل كان لمصلحة الترجي الرياضي التونسي، ضربة جزاء حصل عليها بلال بن ساحة بعد تدخل من أيمن الطاوس الذي أقصي بعد حصوله على الأنذار الثاني، ضربة جزاء سددها بامتياز طه ياسين الخنيسي، كان ذلك في الدقيقة 29. في آخر الشوط الأول في الدقيقة 42 فخر الدين الجزيري سيعدل النتيجة 1-1 نهاية الشوط الأول، والنادي الإفريقي يعتبر عادة بقوة في هذا الشوط الأول بالنظر قلت بعد الإقصاء. الترجي كان سيطر وأضاع حمد الهوني تقريبا 3 فرص واضحة. في الدقيقة 82 صمد النادي الإفريقي صراحة وصمد الحارس خاصة الحارس عاطف الدخيلي، ولكن كوليبالي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني 2-1. أول مباراة في الموسم يقبل فيها دفاع النادي الإفريقي هدفين، لأن النادي الإفريقي كامل الموسم قبل هدفين، هذه أول مباراة يقبل فيها النادي الإفريقي هدفين، وبالتالي تفوق أفضل دفاع في الموسم على أفضل هجوم في الموسم الترجي الرياضي التونسي على أفضل دفاع. كابتن خالد المولهي
اعتقد انتصار مستحق للترجي الرياضي التونسي بالنظر قلت لمجريات المباراه، اقصى منذ دقيقه 30 والترجي الرياضي التونسي شاهدناه تقريبا منذ الدقيقه الاولى حاول ان يسجل الهدف الثاني، وحتى تغييرات المدرب معين الشعباني في هذا الاطار بادخال وترى غير الخطه التكتيكيه ل 4-2-3-1 يعني واضح فكر هجومي بامتياز من اجل تسجيل الهدف الثاني. هو ممكن التغيير متاع وترى بالرمضان هو اللي أعطى أكثر توجه هجومي للترجي الرياضي التونسي، لأنه رينا في السبعة ثمان دقائق الأولانيين متاع الشوط الثاني وكأنه شيء ما متبدل حد شيء، الفريق مازال ما لقاش اللعب متاعه، بدخول وترى الترجي يلعب زوز مهاجمين، هذا اللي خلى يعني خلى الظاهرين الأيمن والأيسر مجبورين أكثر انهم يساندوا الهجوم. ولو نشوفوا تغييرات النادي الافريقي كانت في المرحله انه يوقف الظاهرين، هذا اللي اعطى تفوق على الاطراف بالنسبه للترجي التونسي، واعطى ايضا تفوق في وسط المنطقه بدخول وتراء والخنيسي ولا مهاجمين يعني ولا اكثر ترجي. ولو انه وتراء كان تقريبا وراء الخنيسي نسبيا، نحكي لك في الهجمه مركزه، لكن وقت صعود الظاهرين كان للقيام بالعرضيات، لهنا كان وجود وتراء مع الخنيسي موجود. خالد باش نرجع لك فقط، ياسين بورقيبه جاهز من ارضيه الميدان مباشره. ياسين بورقيبه، ياسين يبدو انه ياسين ليس في الاستماع. وسهلا، هيكل نهاية الدربي العاصمة بانتصار الترجي بهدفين لهدف. معي لاعب الترجي عبد الرؤوف بن غيث، اهلا وسهلا عبد الرؤوف. انتصار مهم امام منافس مباشر دربي العاصمة، مرة اخرى ينتصر فيه الترجي. السلام عليكم. الحمد لله على هذا الفوز اللي حققناه اليوم، جا بفضل كاع مجهودات اللاعبين انت والناس، الشعب تاع الترجي على باله باللي الدربي يلعب على جزئيات صغار. الحمد لله هنا جينا الماتش كوم الفو، كنا مركزين مالغري كي خرج لهم لاعب بحمراء، قعدنا مركزين طيله المباراه حتى جا الدوزيام بيت تاع كوليبالي. الحمد لله ونا بيان جوي ونا ميريت سيت فيكتوار. شكرا. نواصل هيكل مع الاستجوابات معي مدرب الترجي معين الشعباني. اهلا وسهلا معين، مبروك الانتصار، انتصار مستحق للترجي في مباراه دائما دربي يعني تخضع للجزئيات وتحكمها جزئيات في المباراه، والترجي كان يستحق الانتصار اليوم. الحمد لله قبل كل شيء، تحيه لك تحيه الموجودين في الاستوديو والمشاهدين الكل. بالنسبه لنا ما كانش ماتش سهل، شفنا ايكيب كورياس، شفنا ايكيب اوبوزيسيون باهيه. النادي الافريقي اليوم كان حاضر، كان موتيفي برشا بيان سور، هو عنده فريشور فيزيك اكثر، احنا فما ارهاق ذهني بدني، ولكن الحمد لله عملنا الماتش اللي لازم يتعمل، ماركينا في وقت ممتاز جدا، ثم الورقه الحمراء عاونتنا باش نكملوا ميتون باهي، ولو انه نقصتنا اجريسيفيتي قدام الكاج، بعد قبلنا على بالاريتي. دو توت فاسون لازم نشكر الاولاد، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، الناس كل، خاصه الجمهور اللي عاوننا برشا اليوم، لانه مش ساهل راهو معناها تيونشين لي ماتش، في جمعه تمشي لافريك تربح، من بعد تجيك ليتوال في وسط الجمعه، ومن بعد ثم ديربي، حتى فيزيكمون انديبوندامون من البلان سور البلان فيزيك، مونتالمون راهو مطالب انك تربح كل ماتش، كل ادفيرسير يجي حاضر. دونك برافو للاولاد، يعطيهم الصحه. الترجي معين يحقق العلامة الكاملة أمام منافسين مباشرين، نادي الصفاقسي، النجم الساحلي، اليوم النادي الإفريقي، يبقى المنافس الآخر المباشر للاتحاد المنصيري في المباراة القادمة. أكيد بالطبيعة الاتحاد المنصيري كان هو في الصدارة، ومازال تو احنا ديباسي، تو موجود في المرتبة الثانية، مازال منافس مباشر، مازالت لنا شابة في شابة، ما فما حتى ماتش سهل، كل ماتش بتعب كبير بتضحيات كبار. برافو للأولاد، يعطيهم الصحة ونكملوا نخدموا على رواحنا. ابريتو مازال ما فما حتى شيء، من نفرحوا كان كي يبدا فما تيتر، وما ديما الشعر نتاع الدربي واللي جرون ماتش نعيشوهم باحاسيسنا وروحنا كامله. شكرا معين الشعباني مدرب الترجي، عبد القادر بدران لاعب الترجي ايضا. دربي العاصمه للترجي بعد مباراه كبيره وقويه من الفريقين. السلام عليكم. الحمد لله كان مقابله قويه من الفريقين، لكن نظن انه كنا الجانب الاقوى، اللي كنا بعد الطرد
بالبطاقه الحمراء كان بطبيعه راح يسهل لنا الماتج. الحمد لله احنا كنا رجال اليوم، كل اللاعبين كانوا في المستوى، وبالدعم تاعنا تاع الجماهير تاعنا وبالنصائح تاع المدرب اللي في ما بين الشوطين قدرنا نحقق الفوز اليوم اللي كان ما كانش سهل لكن كان مستحق نظن. شكرا هيكل، اعود اليك مع استجوابات من النادي الافريقي بعد قليل. شكرا جزيلا زميلي العزيز ياسين بورقيبة. وانا اعود لكابتن خالد الملهي بدخول وترى، وقلنا كان اعطى اكثر نفس هجومي للترجي الرياضي التونسي. صحيح، اعطى اكثر نفس هجومي للترجي، وفي نفس الوقت ولا الترجي مجبور انه يستعمل الاطراف باش يقوم بالعرضيات، لانه بدخول وترى مع وجود الخميسي عنده مهاجمين اللي على المستوى البدني جيدين يقدروا يعني يستقبلوا التوزيعات، وشفنا الهدف جاء يعني بعد توزيعه من الشتي لهنا. الحقيقه الشتي كان في اعلى مستوياته في الشوط الثاني هو والهوني، رينا العمليه نتاع الهدف تعاودت مرتين ثلاثه قبل ما يتسجل الهدف. الشتي الحقيقه كان اليوم مستواه جيد جدا، الخطر الكل في الشوط الثاني كان من ناحية ديك. النادي الافريقي ممكن عرف يوقف الجهة متاع إيهاب المباركي، لكن بالنسبة للشتي كان اليوم حسب رأيي هو مع الهوني هم اللاعبين اللي أعطاوا الانتصار. الانسجام والتناغم بين الهوني والشتي بداية صحيح، خاطر تعرف لما فريق يلعب لك ناقص أكيد بشي يتكتل بشي يحاول يغلق عمق الملعب، لكن هنا وقتها تستحق اللاعبين اللي يجيوا من الخلف واللي عندهم النفس الهجومي واللي عندهم التمرير الحاسمه. الشتي الحقيقه اليوم كان يعني خصوصا في الشوط الثاني كان على مستوى عالي، مع الهوني بطبيعه اللي وين يكون موجود الا الافضليه تصير. رينا الهوني كما الخاش ممكن نفسه على الجهه اليسرى، مشى للجهه اليمنى، تحرك، خلق بعض المشاكل، لكن الحقيقه نقول اللي الشتي اليوم كان لاعب مهم وكان وراء الانتصار نتاع الترجي. صحيح. الأسعد الدريدي أدخل الزمزمي، أدخل صابر خليفة، لاعبين وقع تأهيلهم في بصفة متأخرة تقريبا منذ يومين، ولكن تبدو صعبة العملية في مباراة الديربي. صحيح صابر له الخبرة الكافية في مباراة الديربي، ولكن تعرف أنت أبو بكر صابر خليفة تقريبا 6 أشهر لم يلعب كرة. معتز الزمزمي تقريبا مع فريقه لعب 23 دقيقة أو 22 دقيقة فقط في الشامبيونا دي فرانس، يعني كل هذا يصعب المأمورية بالنسبة لهذين اللاعبين. طبعا على خبرة في المباراة هذوما، لكن بغض النظر على صابر خليفة وبي صحيح ممكن كان ينجم يدخل وسط دفاعي، كان ينجم يدخل مدافع ويرجم سميحة في مكانه، هذه كلها ممكن يعرفها الأسعد الدريدي يجاوب عليها. هو أكثر مبكر تشعر كما قال خالد أنه يحاول أكثر الحد من خطورة المدافعين، ممكن حس أنه منوبي الحداد في فترة من الفترات والشماخي ممكن مقامه تعبوا مع الشتي ومع المباركي، دخل معز تعز الزمزمي وصابر خليفة. بغض النظر على النتيجة اللي هي تكون سلبية بالطبع للأفارقة النادي الإفريقي، لكن بما قدموا المردود والرصيد البشري المحدود للنادي الإفريقي بساعة وانت تلعب معناها بعشرة لاعبين بالضغط الكبير اللي عمله فريق الترجي التونسي، وتلعب انت بمحترف وترجي لعبك بسبعة محترفين فوق الملعب، يعني هذه معطياته في الجمهور نتاعو، يعني ماهوش معناها احنا يزم اللاعبين ما يخجلوش من الهزيمة هذه، اللي انا بصراحة كنت انا قلنا راهو الشوط الثاني باش يكون صعيب وصعيب جدا لما تلعب 9 لاعبين. هذا اللي صار، ماهيش أول هزيمة في الديربي ولا للنادي الإفريقي، لكن اليوم شكر اللاعبين اللي قدموه في الملعب، حتى واحد ما بخل، شفنا في الملعب ما حتى واحد ما بخل. تبقى هذيك هي كرة القدم، مرة ليك ومرة عليك، لكن أنا راضي كمحب للنادي الإفريقي راضي بالمردود اللي قدمه النادي الإفريقي على الرصيد البشري المحدود اللي موجود عند الأسعد الدريدي، اللي أنا كنت نتصور اللي مش كان النتيجة ممكن كانت تكون أعرض. صحيح جاتها في مراسة الرياضي التونسي، لكن هذاك اللي صار فهمت، ما يجموش النادي الافريقي يخجل. الهزيمه الثانيه في 13 مباراه، مازال البطوله مازالت طويله، مازلنا قاعدين نبنيو في فريق. تشوف معناها انت اليوم خليل القصاب ولا تشوف ادم الطاوس، معناها لاعبين من النادي الافريقي، عندنا امل في اللاعبين نتاعنا الشبان، عندنا امل في النادي نتاعنا باش يرجع الى مستواه الحقيقي بعد نقولها بصراحه معناها بعد اللي قاعد يصير في النادي الافريقي ومن الهيئه المديرة اللي هي نعتبرها في غيبوبة مع جماهير النادي الإفريقي ومع اللاعبين، قاعد الضغط الكل قاعد
الضغط اللي موجود في النادي الافريقي قاعد يتحمله الاطار الفني واللاعبين والجمهور خاصه اللي ما بخلش بحتى لحظه في تشجيع فريقه سواء ماديا سواء معنويا. واليوم نزيد ناكد اللي جمهور النادي الافريقي معناها فرحان بفريقه لما اداه، صحيح النتيجه كانت سلبيه لكن ان شاء الله الجولات القادمه يكون النادي الافريقي في عز العطاء نتاعو، وكذلك المسؤولين في النادي الافريقي لازم يهتموا بالفريق هذا، فريق عمره 100 سنه اكبر منهم اكبر من اي واحد موجود في النادي الافريقي. تشوف معناها يلزموا توا عجاله ياخذوا الامور بزمام الامور، وكذلك بالله هيك حبيت نوصل رساله ولو اني مش على خاطر لازمة لازمة منطقية. اما بالنسبه للنادي الافريقي راهو تعودوا الهيئه نتاعها السكوت على اللي قاعد يصير في النادي الافريقي. بالنسبه للاستقاله نتاع نائب الرئيس مجدي الخليفي وين وصلنا للاستقاله، بالنسبه لمباراه فيرونا استقاله كانت شفهيه، استقاله شفهيه. بالنسبه لمباراه فيرونا اللي هما قالوا باش يتعاود المباراه في مباراه المداخيل نتاعها وين مشات، كذلك الهيئه المديره هذه انا نقولها كمحب للنادي الافريقي بكر الزيتوني راهو ما عادش عندكم مكان في النادي الافريقي بالتسيير الاعتباطي اللي قاعدين تسيروا فيه النادي الافريقي. مازلت 4 دقائق في الاستوديو فقط، ان امكن تشاهدوا بعض الحالات التحكيميه اللي كانت ممكن كانت مثيره للاهتمام في هذا الشوط الثاني، ثم نكمل مع كابتن خالد الملهي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. هذه اللقطه الاولى، هذه اللقطه كره خرجت ام لا؟ نشاهد جيدا قرار الكرة لم تلمس الخط، لا ملامسة نسبيا ولا خالد صعيبة بالحكم عليها صعيبة حتى بالريد بي حتى بالثري دي هنا بالثري دي والكرة كأنها لمست الخط يعني كأنها لم تخرج تماما، حتى كل أمور واضحة يعني يجب الكرة أن تخرج تماما حتى نقولوا 6 أمتار. ثم لقطة أخرى كان مساعد الحكم مطالب أن يتدخل باعتبار كان ضربة جزاء واضحة للترجي الرياضي التونسي، النتيجة كانت 1-1. شاهدوا جيدا عملية التوزيع، لمس كرة واضح من حمز العقربي، حتى حمز العقربي شعر بخطورة الموقف، لهذا شاهدناه حاول أن يموه ويقول أن الكرة لمست الوجه ولكن الكرة اليد كانت مرفوعة واضحة، ضربة جزاء لم يقع الإعلان عنها لمصلحة الترجي الرياضي التونسي. هيك علاش احنا تو في ملعب رادس ولا ملعب في سوسة ولا في سيرخس باش نستعملوا الفار في مباريات حساسة وحساسة جدا. لكن أنا بصراحة نحب نعلق على حاجة هذه، وكوني معين شعباني مدرب ومدرب عنده مستقبل كبير، التصرف مش باهي معناها مع مراقب الخط المفروض هو معناها كانت مع وسام يحيى، كانت مع وسام يحيى، مع وسام يحيى تصرف من مدرب. لازم معين شعبان يعرف اللي لما تلبس مدرب لك تلبس تلبس بدلة مدرب، ولما تكون مسؤول تلبس بدلة مسؤول، ولما تكون لاعب تلبس. لازم يخرج من صحيح انتماء ومعناه للترجي وحبه للفريق وباش ينتصر، لكن التصرفات هذه مش أول مرة تشوفها مع شعباني وإن شاء الله تكون الأخيرة. واضح. نكمل معك كابتن خالد مولي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي انتصر على النجم، انتصر على الافريقي، انتصر على النادي الصفاقسي في الشامبيونز ليج الافريقيه، 10 نقاط من جمله 12 نقطه. الترجي تقريبا اضاع 4 نقاط، كان تعادل مع فيتا كلوب في تونس وتعادل مع الملعب التونسي والبقيه كلها انتصارات. يعني الترجي الرياضي التونسي يبدو انه يسير للفوز ممكن ولتحقيق موسم استثنائي اخر. شوف على مستوى البطولة الحقيقة، شوف الترجي مستوى أعلى. علاش أعلى؟ بأنه مشاركته في رابطة الأبطال تكسب اللاعب وإلا المدرب والإدارة مستوى أعلى. رابطة الأبطال حاجة مهمة ياسر لفريق كبير، لما تشارك باستمرار في رابطة الأبطال ويعني ويصير احتكاك مع فرق على مستواك كوزوسوا في كأس العالم الأندية وإلا سوبر إفريقي، هذا يرفع من مستوى اللاعب والمدرب. يظهر لي على مستوى البطولة حقيقة الترجي مش يلقى إشكال كبير، سورتو بعد انتصاره على الثلاثة على ثلاثة الفرق ثلاثة نقاط على الاتحاد المنستيري مازالت مواجهة مباشرة. بش يقعد التركيز والتفكير الأكبر هو في ربيط الأبطال اللي هذا هو المدار الرئيسي والمدار العادي بالنسبة للترجي بعد الألقاب اللي كسبها. اليوم حسينا فريق يعني متمكن رغم ممكن الضغط اللي عليه انه يسجل مع انه المنافس نتاعه كان على يعني اقل منه على المستوى العددي، لا رين فريق يعني يعرف يتصرف بالكره، استنى صبر. الدعم نتاع الجمهور وهذا هنا القيمه الكبيره نتاع الجمهور الترجي الرياضي التونسي وقت اللي يكون موجود. الترجي الحقيقة في المسار العادي نتاعو على مستوى البطولة، يبقى الشامبيونز ليج هو الهدف الأكبر كل موسم. كابتن خالد المولي
كنت متألقا. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تكون معنا في مواعيد قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن مبكر الزيتوني، أيضا كنت متميزا. شكرا كابتن. إذا هكذا نصل إلى ختام هذا الأستوديو الخاص بديربي الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. أجمل تحيات بوعلين بينو في الأعداد، نديم حمدي في الإخراج، كامل الفريق الفني والتقني. نلتقي دائما على قنوات الـ MTS، قنوات الدوري والكاس. إلى اللقاء.